أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل بإذن الله محاضرات الفسيولوجي لصالح ولمساندة الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة بإذن الله عندنا Digestion وهي الجاسترونترال تراك Lecture 2، وهي خاصة بالسلايفا والسوالوينج. فده عنوان المحاضرة. وكعادتنا يا أولاد بنحب نبتدي بامتحان. الامتحان النهاردة سهل خالص، جاست خمس جمل هتماتشت ما بين جروب 1 وجروب 2. فبيقول لنا هنا ماتش بين جروب 1 وجروب 2، الأسئلة اللي هي متقاربة. ففي جروب 1 كاتب لي اللي هو الجاسترين، الخمسة هرمونز الكبار، والجاستريك انهيبيتوري بيبتايد، والسكريتين، والكوليسيستوكاينين، والموتيلين. تعال بقى نشوف في جروب 2 الجاسترين انهي اجابة تصلح، اللي هو نمرة 2 secreted from antrum of the pylorus of the stomach، يبقى ايه مع 2. الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد ده اهم هرمون بيطلع الانسولين، فالاجابه اللي تصلح في بي هو انه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد، ده اهم هرمون بيطلع انسولين، وهو بيبقى الاستيمولس بتاعه طبعا جلوكوز، واحنا عارفين الجلوكوز اهم حاجه بتطلع الانسولين، فالجلوكوز عن طريق الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد ده اهم هرمون بيطلع الانسولين من الجي اي تي. الهرمون الثالث هو السكريتين سي، وهي الإجابة الصحيحة هتبقى 4 اللي هو استيميليت البانكرياس تو برودوس اكيوس سكريشن، اللي هو طبعا لارج ان فوليوم تو دايلوت الاتش سي ال ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترلايز الاتش سي ال. وبعدين السؤال الرابع دي اللي هو الكوليسيستوكاينين بانكريوزامين، من اسمه كوليسيستوكاينين دي الإجابة الصحيحة، بيعمل إيفاكيويشن في الجول بلادر، اللي دي مع 5. آخر هرمون اللي هو موتيلين إي، والإجابة الصحيحة أنه هو ده بيريجوليتس الميجريتينج موتور كومبلكس في السمول انتستين ما بين الأكلات، بيفضي الانتستين من الأكل عشان ما يحصلوش تخمر وعشان ما يحصلش تجمع البكتيريا. وعليه هتبقى الأسئلة كالآتي: السؤال الأول A هتبقى إجابته 2، B هتبقى إجابته 3، C هتبقى إجابته 4، D هيبقى إجابته 5، و E هيبقى إجابته رقم 1. طيب هنتوكل على الله ونبتدئ. هنشتغل دلوقتي اللي هو الجاسترو انترال تراكت، والمحاضرة بتاعتنا خاصة زي ما قلنا بالسلايفا والسوالوينج، هتبقى محاضرة قصيرة نسبيا، يعني هنديكم النهاردة كمية قليلة شوية. طيب توكل على المبتدئ. اول حاجه هنبتديها اللي هو حاجه ملهاش قيمه قوي، اللي هي الماستيكيشن او الشوينج. ماستيكيشن يعني اللي هو المضغ او الشوينج، شوينجز اللي هي بنفس المعنى المضغ. طبعا المسلز اوف ماستيكيشن او شوينج all are supplied by the trigeminal nerve. طبعا انتوا عارفين انهي جزء هو الموتور اللي بيغذي المسلز والماستيكيشن، اللي هو المانديبولار ديفيجن اوف ذا trigeminal، لان الترايجيمينال عنده اوفثالميك وماكسيلري ومانديبولار، دول تلاته سنسوري. مين اللي بالاضافه لكونيه سنسوري فهو موتور المانديبولار ديفيجن اوف ذا trigeminal. الاسنان نوعان يا اولاد، في الانسايزرز اللي هم القواطع اللي هي موجوده قدام الانتيرو تيث، ودي بتاكزيرت بريشر مقداره 25 كيلوغرام. اما المولرز اللي هم الطواحن اللي هي البوستيرو تيث، اللي هي دي مهمه بتطحن، دي كانت مهمه في اكل النباتات. الانسايزرز دي مهمه في اكل اللحوم، تقطيع اللحوم، دي بتاكزيرت بريشر مقداره 90 كيلوغرام. طيب ازاي احنا بنمضغ؟ المضغ بيبقى partially voluntary partially involuntary، يعني جزء منه ارادي وجزء لا ارادي. فلما بنحط البولس في الماوث يعني في البق، ف
فده بيعمل ريفلكس انهيبيشنز اوف ماسلز وماستيكيشن، فاللور جو يقع لانه خلاص الماسل ماستيكيشن حصل لها انهيبيشن. يبقى وجود كره الاكل في الماوث بتعمل ريفلكس انهيبيشن في الماسلز، وبالتالي هتؤدي الى دروب اوف لور جو. طب لما يقع اللور جو يبقى ده هيعمل ستريتش في الماسلز وماستيكيشن، هيحصل لها ستريتش. يعني تخيل لما انا الجو ده يقع يبقى الماسلز وماستيكيشن حصل لها ستريتش. طب ما الستريتش ده بيعمل ريفلكس كونتراكشن فتعلى تاني اللور جو. لما البولس فود يستك بالبلت فوق يعمل ريفلكس انهيبيشن ماسل فتقع تاني and so on. يبقى وجود البولس يعمل انهيبيشن فاللور جو ينزل، الستريتش يعمل كونتراكشن فاللور جو يطلع. يبقى ايه الاستيمولس بتاع الريلاكسيشن؟ البولس فود ان ماوس يعمل ريلاكسيشن. طب ايه الاستيمولس بتاع الكونتراكشن؟ الاستريتش اوف ماسل، لما بيقع اللور جو يحصل له كونتراكشن. يبقى عندي كانه الاكشن جزئين، انخفاض اللور جو بسبب البولس اوف فود ان ذا ماوس، طب وارتفاعه بسبب لما بينخفض اللور جو بيعمل ستريتش في الماسلز فبتعمل ريفلكس كونتراكشن. انا عاوز اقول لكم معلومه مهمه جدا يا اولاد، ان الماستيكيشن او التشوينج ده از نوت اسينشال فور دايجيشن، يعني ما مش مهم للدايجيشن. في ناس ما عندهاش اسنان وبتزلط وشغاله زي الفل في الدنيا خلاص. الهيدروكلوريك اسيد في الاتش سي ال والمعده بتعمل انف جريندينج فود، يعني حتى الناس اللي بتزلط مفيش اي مشكله، مش مهم تمضغ. طب واحد يقول لي طب المضغ والماستيكيشن قيمته ايه؟ ما عندناش كلام ده، بس احب اقوله لك انه انت كل ما تمضغ الاكل فتره طويله استيميليتد تيست ريسبتورز، حواس التذوق، والفاكتوري ريسبتورز، حواس الشم، فده يخليك يحصل لك ساتيشن، يعني شبع ساتاتي، يشغل يعني ام ساتسفايد بكميه قليله من الاكل. فعليه الشوينج او الماستيكيشن مهم فقط للناس اللي اون دايت، اللي عاوزه تخس. لو عاوز تخس امضغ الاكل جيدا قبل ان تبلعه. ليه؟ لان عمليه المضغ دي بتستيميليت التيست ريسبتورز اللي موجوده في الماوث والالفاكتوري ريسبتورز، ودول بيعملوا احساس بالساتسفاكشن، ام ساتسفايد، ساتيشن، فهتشبع بكميه اكل اقل، لان الاستيميليشن اوف تيست بادز والالفاكتوري ريسبتورز بيعملوا انهيبيشن للابيتايت سنتر. انما هل المضغ مهم للدايجيشن؟ على الاطلاق لا، بدليل في ناس ما عندهاش اسنان وتزلط وعمليه الهضم شغاله زي الفل، بيقوم بيها عوضا عن الفم المعده بتعمل جريندنج بمساعده الاتش سي ال. مش عاوز اطول، ان ده كلام ملوش قيمه ومحدش بيسال. طيب نيجي بعد كده بقى لل سليفري سيكريشن. وي هاف تو تايبس اوف salivary secretory cells. يعني انت عندك salivary glands في نوعين من السيلز فيها. في عندنا serous cells، دي بتسكريت serous او watery secretion بيحتوي الالفا اميليز او التايلين اللي هو بيعمل digestion للستارش، يعني هضم للنشا. طبعا عشان انا قلت لك ان المضغ ملوش اي قيمه، ان في افضل من السليفري اميليز طبعا البنكرياتيك اميليز. ما احنا قلنا البنكرياس لوحده ممكن يعمل عمليه الهضم فروم اي تو زي. فالسيروس سيلز بتطلع افراز سيروس مائي بيحتوي السليفري الفا اميليز او بنسميه التايلين اللي هو مهم للدايجيشن بتاع الستارش. في نوع تاني من السيلز اسمه ميوكس سيلز، ده بيسكريت ميوكس. فيبقى في هنا بقى نوع اللعاب مش هيبقى ووتري زي الاولاني زي السيروس، في مخاط يبقى فيسكس يعني لازق سكريشن. ليه؟ لانه كونتيننج ميوكس، بيحتوي ميوكس. طيب احنا عندنا يا اولاد في كام بيرز اوف سليفري جلاندز؟ في الباروتيد اللي هي الغده الجار اذنيه، سموها بار اوتيك، يعني اوتيك يعني ودن، بار اوتيك يعني بجوار الاذن،
او مجازا بيسموها الغدة النكافية، ودي بتطلع 25% من اللعاب. وبعدين السابلينج اللي هي تحت اللسان، كل الكلام ده خد نفس نقول، دي بتطلع 5% من اللعاب. اهم واحدة اللي هي الساب مانديبولار، دي بتطلع 70% من اللعاب. ولا تنسى سؤال مهم جدا، هل لو احنا عملنا ريموفل شلنا الثري بيرز اوف سليفري جلاندز، الثلاث ازواج من السليفري جلاندز، هل يتوقف افراز السلايفا؟ المفاجاه لا. ليه؟ لان في سكاترد باكل سليفري جلاندز، سكاتر يعني مبعثره في الفم بتطلع سلايفا. يبقى حتى سؤال شفوي او في الام اس كيو، لو ازلت الثري بيرز اوف سليفري جلاندز اللي اهمهم الصب مانديبولار بتطلع 70%، استيل هيبقى فيه سلايفا طالعه منين؟ من خلايا مبعثره في الفم اللي هي البكر. طيب سؤال اصعب بقى، مين يطلع، مين معظم خلاياه سيرس فيطلع سيرس اوروتال سكريشن، ومين معظم خلاياه ميوكس فيطلع معظم الافراز لزج ميوكس، ومين ميكس؟ انا الحقيقه مش عاوزكم تحفظوها، عاوز تفهمها زي ما انا فاهمها، فركز معايا. وراء الخلق خالق، قوه عاقله نسميها الله. تفتكر ادي الباروتيد الغده هنا، it has got very long duct. تفتكر لو الباروتيد دي بتطلع افراز لزج ميوكس، غالبا المخاط في الدكت هينشف ويقف وتتسد الدكت وتورم الجلاند وتبقى مصيبه. عشان كده الباروتيد اللي هي عندها فيري لونج دكت، المنطق والعقل، واحنا قلنا وراء الخلق قوه عاقله انها تطلع ووتر سبيش عشان تدفق المسافه الطويله دي، يبقى معظم الخلايا اللي فيها تبقى سيرس. بينما السابلينج اللي تحت اللسان عندها فيري شورت دكت، دي اقصر دكت فيها، يبقى دي ممكن تطلع ميوكس لزج لانه المسافه صارت. ومثلها البكل او سكاتر جلانز، ان مفيش دكت تسكر يبقى تطلع ميوكس. يجي في النص بقى اللي هي السب مانديبولار، اللي هي لا هي ببعد الباروتيد ولا هي بقرب السابلينجوال، فدي تبقى ميكست. يبقى اولاد ما بنحفظ، وي اولويز ثينك انه يوجد نوعان من السليفري سيلز، نوع سيرس يطلع ووتر سكريشن ده اللي فيه السليفري اميليز، ونوع ميوكس بيطلع ميوسين اللي هو فيسيت سكريشن. لما تبقى الضغط طويلة زي بتاع الباروتيد عشان يتدفق اللعاب، يبقى معظم خلاياها تبقى ووتر سيرس. إنما لما تبقى الضغط قصيرة جدا جدا زي الصب لينجوا اللي تحت اللسان أو البكال جلانز، مفيش ضغط أساسا، يبقى تطلع ميوكس. طب اللي ان بتوين اللي هي الصب مانديبولار، ودي اللي بتطلع 70% من الصلايبة، دي ميكسد بوس سيرس اند ميوكس. ده كان سؤال ام اس كيو، احب تبقوا تعرفوه كويس. طيب تقل الكومبوزيشن اوف سلايفا، ايه احنا، انا عاوز اقول لك حاجه، معظم افرازات الجهاز الهضمي بتبقى اكتر من لتر، يعني في حاله السلايفا بيطلع في اليوم لتر ونص. طيب البي اتش بتاع سلايفا ايه؟ طالب يقول لي انا اتوقع انها مفروض تبقى اسيديك، فبقول له ليه؟ قال لي عشان تموت البكتيريا، الاكل مش معقم. سيربرايزنج يا اولاد ان البي اتش بتاعتها نيوترال ديورينج ريست، وديورينج اكتيفيتي بتبقى 8، يعني الكالاين ديورينج اكتيف سيكريشن، يعني نيوترال الكالاين. طالب قال لي طب فهمنا ليه عشان ما ننساش. لو ان السلايفا كانت اسيديك، الكالسيوم يذوب في الوسط الحامضي. طب واسنانك اساسا، يور تيث اساسا كالسيوم، فلو ان السلايفا كانت اسيدك كان بعد 24 ساعه سنانك دي كلها دابت. فعشان كده ربنا سبحان الله خلى السلايفا، افهم لما تفهم ما تحفظ، خلى السلايفا بتبقى ديورينج ريست نيوترال 7 البي اتش، و during active secretion بتبقى even alkaline. ده وبدايه هقول لكم حاجه لطيفه جدا، حاجه بره المحاضره.
دلوقتي احنا بنقول لك اخطر حاجه انك تاكل الحلويات ليه؟ وما تغسلش بقك بعدها، يو دو نوت براش يور تيث، لان الحلويات دي هيشتغل عليها البكتيريا هتتحول للاكتيك اسيد. خلاص؟ فاللاكتيك اسيد ده هيبوظ لك سنانك، هيدوب سنانك. عشان كده بقول يا اولاد لو واحد بره وكل حلويات وما عندوش فرصه يعني براش هيز تيث، يعني يغسل سنانه كويس، على الاقل عارف تعمل ايه؟ تاخد بق ميه وتمبض وبعدين بقى تسبيت او تبلعها، مش هتقرف من نفسك، المهم تاخد بقايا السكر ده وتبلعه. سكر في الفم يساوي جلوكوز بالبكتيريا يدي لاكتيك اسيد يدوب الاسنان. اذا كان انت ربنا سبحان الله هو اهو بيفهمك، بيقول لك البي اتش بتاعه السلايفا افهم، ما بنحفظ ما بنقراش، بتبقى يا نيوترال دورينج ريست يا اما الكلاين دورينج اكتيف سيكريشن. ليه؟ عشان ما تدوبش السلايفا. طب قول لي بقى مكونات السلايفا كونتنتس. قلنا ايه اهم تو كونتنتس؟ لو كانت الجلاندز السيلز سيروس هتبقى اهم مكون فيها، قلنا يا اولاد اللي هو مين؟ اللي هو الطيالين، اللي هو السليفري اماليز الالفا اماليز اللي بيهضم الاسبارش. اما لو كانت ميوكاس سيلز فاهم مكون فيها هيبقى الميوسين. طيب سؤال تاني مهم جدا، ان السلايفا هايبوتونيك تو بلازما. ليه هي هايبوتونيك؟ عشان فيها ملح قليل، نسبه الصوديوم كلورايد فيها 15 ملي ايكوفالنت. طب احنا بير ليتر احنا عارفين ان الصوديوم 140، يعني قول 150 عشان ما نعقدش، يبقى 15 دي تبقى ايه؟ 1/10 الملح اللي في البلازما. ده سؤال ام اس كيو هايبوتونيك. وبالعكس بتبقى فيها مور بوتاسيوم اند بايكربونيت. عارف لما تلاقي التركيبه كده ان فيها ملح قليل صوديوم كلورايد قليل فيها صوديوم بوتاسيوم اكتر، يبقى اعرف ان هنا ودي خدناها مع الاندوكراين الالدوسترون له دور. الالدوسترون هو اللي بيسحب الصوديوم كلورايد من السليفري سيكريشن فيخلي الملح في السلايفا قليل جدا، عش البلازما وبيحط عوضا عنها بوتاسيوم وباي كربونيت، فبقت اغنى في البوتاسيوم والباي كربونيت زي ما نشوف بعد شويه. يبقى الكومبوزيشن اوف سلايفا عندي في الاسئله الاتيه، ان الفوليوم لتر ونص، دي مش مهم قوي. السؤالين الجايين هما المهمين قوي، انها الكالاين وهايبوتونيك. الكالاين وهايبوتونيك الكالاين ليه؟ عشان لو كانت اسيدك كانت هتدوب الكالسيوم بتاع الاسنان. وهايبوتونيك ليه؟ لان الالدوسترون بيشتغل بيسحب 3 صوديوم ويحط عوضا عنه 2 بوتاسيوم، يبقى سحب اكتر ما حط، سحب 3 صوديوم ويحط 2 بوتاسيوم تبقى هايبوتونيك. اكشلي الصوديوم كلورايد عش في البلازما. ايه اهم مكونين في السلايفا؟ انت عندك نوعين من الخلايا، يا سيروس بتطلع ووتر سيكريشن اللي هو غني في التايلين اللي هو الالفا اماليز اللي هو بيهضم الستارش، او ميوكس بتطلع الميوسين اللي هو بيخليها لزج. كل دي يا اولاد اسئله ام اس كيو. ابتدي بقى اول سؤال له قيمه شويه اللي هو السكريشن اوف سلايفا. تعال نشوف السكريشن اوف سلايفا بيحدث في تو ستيجز، انما قبل ما اشرحه انا عاوز اعلمك حاجه لطيفه جدا. لو سألك عن أي حاجة في الجسم قال لك سكريشن، اتكلم عن الميكانيزم في سكريشن، وحضرتك ما عمرك ما قريت عن هذا السكريشن ولا حاجة، بس عاوز تجاوب حاجة يعني تقيق والعياذ بالله شر الصفر، عشان ما تاخدش اسمك اتكلمت قانونا لازم يديك نمرة. طب ما اديك قاعدة عامة يا أولاد، أي سكريشن لازم معاه فازو دايليتيشن. ليه؟ فكر، هو الغدة هتجيب مكونات الإفراز من الهواء؟ لازم هتجيبه من الدم، فأي سكريشن بيبقى coupled with vaso dilatation. طيب تاني نقطة مهمة جدا، يبقى تقول له إن السكريشن is coupled with vaso dilatation، أدي جملة ببلاش. وتاني جملة it's an active process، السكريشن لازم يبقى active. ليه؟ لأن يا أولاد تركيب السكريشن بيختلف عن البلازما. يعني إيه؟ يعني في حاجات اقل من البلازما، واسمع اللي جاي، وفي حاجات اعلى من البلازما.
طالما في حاجات اعلى من البلازما يبقى انتقال الماده دي من البلازما الى الجلاند from lower to higher يبقى active process. والا كنا سميناها فلتريشن زي الجلومير فلتريشن، لو هي مجرد ترشيح نفس تركيب، ما هو الجلومير فلترت نفس تركيب البلازما. ليه؟ لان ده فلتريشن، ده مش سكريشن. ففي كل السكريشن الكومبوزيشن بتاع السكريشن ديفرز فروم ذا كومبوزيشن اوف بلازما، حاجات اقل وحاجات اكتر. خليك في اللي اكتر، يبقى هتنتقل من البلازما الاقل وبقى تركيزها في الجلاند اعلى، فروم لوور تو هاير تبقى اكتف. يبقى اي سكريشن مش عمري ما قريت عنه حاجه وبيسالني عنه او جاتني في النظري، في كلمتين لازم اقولهم عشان اخد نمره، ان اي سكريشن في جسمك كابلد ويز فازو دايلتيشن، لان مش هيجيب المكونات من الهواء، لازم هيجيبها من البلاد. ونمره اتنين يا اولاد، انه بيبقى ديفرز ان كومبوزيشن ان فروم بلازما، بمعنى في حاجات اقل وحاجات اكتر، حاجات اكتر يبقى انتقالها فروم لوور تو هاير تبقى لازم اكتف بروسس. ما فيش سكريشن الا لما يبقى اكتف. يبقى السكريشن حاجتين، فازو دايلتيشن واكتف، فازو دايلتيشن واكتف. ده جمل عامه. نيجي بقى ازاي بنعمل سليفر سكريشن. سليفر سكريشن بيحصل ان تو ستيجز. في الفيرست ستيج بيسموه برايمري سكريشن، بيحصل في الاسيناي الاسيناس. السكند ستيج بيحصل في الدكت. ما هو الجلاند لها اسيناس اهي ولها دكت. ده اول سؤال نظري. فالسكريشن اوف سلايفا، حتى نقص اهو هنا اوف سلايفا، الفيرست ستيج اللي هو البرايمري سكريشن بيحصل في الاسيناس، والسكند ستيج بيحصل في الدكت. طيب بص معايا، في الاول بيحصل من البلاد فلتريشن، يعني بيخرج كل الايونز. والفلتريشن زي الجلومير فلتريشن ريت عنده ذا سيم ايونيك كومبوزيشن اوف بلازما، وعشان كده بيبقى ايزوتونيك، لسه ما بقناش هايبوتونيك. يعني البرايمري سكريشن، ده سؤال ام اس كيو، اللي هو الفيرست ستيج اللي بيحصل في الاسيناس، ده بيبقى filtration from the blood، وبالتالي عنده نفس الايونيك كومبوزيشن في كل الايونات، وبالتالي بيبقى ايزوتونيك تو بلازما. وتفرق لو ان الغده فيها سيرس سيلز كتيره، هتحط الطيرين اللي هو الالفا اميليز. لو ان فيها ميوكس سيلز كتيره، هتحط ميوسين. حسب. يبقى بالنسبة للأيونات نفس كمية الأيونات فهو آيزوتونيك. وحسب لو هي سيرس هتحط الألفا أماليز اللي بيهدم الستارش اللي هو الطيلين، لو إنها ميوكس هتحط ميوسين. طيب في الضغط بقى يتم تعديل هذا السكريشن. سكند ستيج يجي الألدوستيرون يشتغل على الضغط. وأنا كنت علمتكم حاجة، طول عمره يا أولاد الألدوستيرون بيشتغل، فاكر في النفرون فين؟ على اخر حتة في النفرون، على الديستال كولكتنج تيبيول، الديستال كونفيوت تيبيول والكولكتنج تيبيول. طب ما هو بنفس المنطق هنا، طول عمره الالدوستيرون بيعمل ضبط نهائي. يبقى بالنسبة للجلاند هنا حتى بذكاء كده، بذكاء يشتغل في الاسيناس الاول ولا يشتغل في الضغط بعدين؟ يشتغل في الضغط بعدين، عشان كده الالدوستيرون بيشتغل على الضغط مش على الاسيناس. والعبد الله ارسى قاعدة عامة، الالدوستيرون في الكليه يشتغل في الاخر، ديستال كونفولوتد اند كولكتنج تيبولز. في الجي اي تي هيشتغل في الاخر على القولون مش على السمول انتستين. في اي جلاند ما يشتغلش على الاسيناس في الاول، يشتغل في الاخر على الدكت. حلوه دي، ملعوبه اهي في الام اس كيو. يبقى الالدوستيرون بيشتغل على الدكت. بيعمل ايه الالدوستيرون؟ هيسحب 3 صوديوم ويحط عوضا عنه 2 بوتاسيوم، ده صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى خد اكتر ما حط، عشان كده المحلول بقى هايبوتونيك. يعني ابتدينا في الفيرست ستيج كان ايزوتونيك في كل الايونز، في الضغط الالدوسترون لعب في الايونات، خد 3 صوديوم 3 وحط 2 بس بوتاسيوم، فبقى هايبوتونيك. طيب ورا الصوديوم هناخد كلورايد باسيف، دي بوزيتيف يسحب نيجاتيف، باسيف
انما مع البوتاسيوم بنحط بايكربونات، ده اكتف سكريشن، مش عاوز لخبطها. يبقى الصوديوم هيسحب كلورايد باسيف، انما البوتاسيوم ما بيسحبش بايكربونات، البايكربونات ده اكتف سكريشن. نتج عن كده يا اولاد سؤال ام اس كيو مهم جدا. يبقى الالدوسترون عمل ايه؟ خلى السلايفا افقر في الملح صوديوم كلورايد، لانه رجع الصوديوم كلورايد تاني للبلاد هايبوتونيك، ولكنها اغنى في البوتاسيوم والبايكربونات. بس ليه هي هايبوتونيك؟ لانه بيشيل اكتر ما يحط، بيشيل 3 صوديوم حط 2 بوتاسيوم، عشان كده بقت هايبوتونيك. وقلنا ورا الصوديوم بناخد كلورايد باسيفلي، ومع البوتاسيوم بنحط بايكربونات اكتيفلي. فبيجي يسالك هنا في سؤالين مهمين جدا. السلايفا بقى اللي المنتج النهائي اللي طالع من الدكت، ايه الاختلاف من حيث الاينز عن البلازما في كونه افقر في الصوديوم كلورايد اللي تم سحبها، واغنى في البوتاسيوم بايكربونات اللي تم وضعها؟ يبقى سحبنا صوديوم كلورايد وحطينا بوتاسيوم بايكربونات. انا عاوز اقول لكم قصه طريفه، هي مش طريفه قوي بس يعني بتخلي الطلبه اولد ما يغلطوش في هذا السؤال. في الكام اتش اللي هو السنتر اوف اديكشن اند منتال هيلث في تورونتو، واحد من اكبر سنتر بتوع الامراض النفسيه، مريض هناك عنده مرض نفسي غريب جدا. عارف عمل ايه؟ قال انه انا السلايفا دي اللعاب ده سوري مع يعني هقولها بتعبيرها التفافه دي مقرفه، فانا مش هبلعها، كل الناس بيبلعوها انا هتفها. يا ابني ما يصحش تتفها، حلف براس ابوه لازم كل ما يتجمع شويه لعاب يتفوا. العنده مات. عارف ليه؟ لان حصل له سيفير هايبوكاليميا، لان السلايفا غنيه جدا في البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده ايون مهم جدا في الجسم، ففقط كميات رهيبه من البوتاسيوم لا يمكن تعويضها. ended up in death of the patient just لفكره غبيه لمرض نفسي تمكن من دماغه ان هو اللعاب ده تفافه لازم يتفها ما يبلعهاش. السلايفا very rich لسوء الحظ in potassium، فالمريض حصل له سيفير هايبوكاليميا وتوفاه الله. ما تنساش دي. طيب سؤال تاني اصعب، هل الباراسيمباثاتيك ستيميليشن بيزود السليفة السكريشن؟ طب اوكي، اسمع بقى السؤال، افتح ودنك. هل بيغير الكمبوزيشن؟ ايه رأيك انت؟ يعني هو بيزود الفلو، كمية السليفة اللي بتطلع بتزيد الكم، لكن هل هيغير الكمبوزيشن؟ الاجابة اه طبعا، لانه لما يزود السليفة السكريشن السليفة هتمشي بسرعة، ف there is less time، هيبقى في وقت اقل لهذا الاكتشينج، فمش هيلحق الضغط ناخد صوديوم كلورايد، ومش هنلحق نحط بوتاسيوم بايكربونات، وعليه الكومبوزيشن تصبح السلايفا مع الباراسيمباتيك ستيميليشن فيها صوديوم كلورايد اكثر مما ينبغي، لان ما لحقناش ناخده عشان الفلوس سريع، وفيها بوتاسيوم بايكربونات اقل مما ينبغي عشان ما لحقناش نحطه. ده سؤال صعب جدا، هل الباراسيمباثاتيك ستيميليشن بيزود السليفة سكريشن؟ دي مفهوم، دي بديهية. هل بيغير الكومبوزيشن في السليفة؟ طبعا، لما تجري السليفة بسرعة ما نلحقش ناخد الصوديوم كلورايد، فتصبح فيها صوديوم كلورايد أكثر مما ينبغي لأن ما لحقناش نسترجعه بالكامل، وفيها بوتاسيوم بايكربونات أقل ما ينبغي ما لحقناش نحطه. ده اللي هو السؤال الاول يا اولاد، اللي هو السكريشن اوف سلايفا. يبقى تو ستيجز، الفيرست ستيج برايمري سكريشن في الاسيرس، كل الاينز بتمشي ذا سيم امونيك كومبوزيشن اوف ايزوتونيك، ولو سيرس سيلز هتحط تايلين الالفا اميليز اللي بيدي من ستارش، لو ميوكاس سيلز هتحط ميوسين. طيب يتم في الدكت في اخر حته يشتغل الدوسترون، عارفين بيعمل ايه الدوسترون؟ يسحب صوديوم 3 ويحط وراه 2 بوتاسيوم، فقلنا اصبح المحلول هايبوتونيك. ده دي سؤال مهم جدا، ورا الصوديوم ناخد كلورايد باسيفلي، مع البوتاسيوم نحط بايكربونات اكتيفلي، وعليه السلايفا تبقى اغنى في البوتاسيوم والبايكربونات،
وافقر في صوديوم كلورايد، نسبه صوديوم كلورايد العش مقارنه بالبلازما، عشان كده هي هايبو تونيك. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، سؤال نظري في السلايفا، فانكشنز اوف سلايفا، وظائف السلايفا، ما هي وظائف السلايفا؟ العبد الله عامل لها طريقه لطيفه جدا. فانكشنز اوف سلايفا 10، حلو، قعدت ارتب فيهم في الشباب الاولي لحد ما حطيتهم بطريقه معظم حتى الزملاء الافاضل اللي بيكتبوا دلوقتي جي اي تي اعجبوا بيها وبيكتبوها بنفس الطريقه، لانها طريقه لطيفه في تذكر وظائف السلايفا العشرة. ان انا رتبتها بترتيب الحروف A B C D E F G H، بس ملاحظه ان انا هعيد الدي مرتين وهعيد الاتش مرتين. طيب اول وظيفه للسلايفا وهي الاهم، السلايفا مش مهمه للهضم اساسا، مهمه للكلام articulation، التمفصل، عشان تعرف تتكلم. بدليل لما الواحد يقول لك يا اخي مش عارف اتكلم، نشفت ري، بنشف ريقك تعرفش تتكلم. دي اهم وظيفه للسلايفا. السلايفا اساسا مش مهمه للهضم، مهمه للسبيتش. طيب تاني وظيفه بفر، ان في حاجتين يعملوا بافرنج. الميوسين ده بروتين، واحنا عارفين اي بروتين بيعمل بافر، ولسه قايلين فيها بايكربونات فوق اهي، ده بيعمل بافرنج للاسيدز. يعني مش بس ان هي نيوترال، واي اسيدك فود تاكله بتعمله بافرنج عشان ما يدوبش الايه؟ الكالسيوم. طيب سي كليننج وكولينج، الصلايبه حتى من غير ما تغسل بقك، تدفق الصلايبه طول النهار وعمال تبلع وتتدفق وتبلع بينضف لك بقك، شيء جميل. وكولينج، لو كلت حاجه سخنه الصلايبه بتبردها، يبقى ده بحرف السي. طيب كليننج بقى، عاوزين اكتر من موضوع نظافه بميه، في ثلاث حاجات في الصلايبه بتقتل البكتيريا. طبعا فيها اميونوجلوبولينز ايه، فاكر اللي هو السكريتوري اميونوجلوبولينز، اللي بقى سكريتد من البلاد وبيروح للسكريشنز، فسموه سكريتوري اميونوجلوبولين، اللي هو الاي جرى ايه لو كنت سمعته محاضرات سنه اولى، واللايسوزايمز اللي بيكسر البكتيريا، واللاكتوفيرين ده بكتيريوستاتيك، يعني يمنع تكاثر البكتيريا ما يموتهاش. اللايسوزايم يموتها، هو الاميونوجلوبولينز اي، انما اللاكتوفيرين ده بكتيريوستاتيك، ستاتيك يعني يثبتها، يعني لا تتكاثر. الوظيفه اللي بعد كده دايجيشن، قلنا مين الانزيم الوحيد المهم للدايجيشن، اللي هو السليفري اميليز او الاي الفا اميليز اللي هو الطيلين، وده بيهضم الستارش ومالوش قيمه، لان في من هو اهم منه البنكرياتيك اميليز. ما احنا قلنا البنكرياس لوحده مش محتاج المهرجانات دي كلها، لوحده عنده كل حاجه هو. هنعيد الدي ديجلوتيشن البلع، ان هو بيسوفتن البولس الفود، يعني بيطري الاكل عشان تعرف تبلعها، يبقى ده ديجلوتيشن معناها البلع. طب ايه اكسكريشن للهيفي ميتالز، لما بيحصل الناس اللي بتشتغل في مصانع الرصاص او مصانع الزئبق وبيمتصوا زئبق ورصاص، ودي حاجه سامه جدا، بيتخلص منها الانسان في السلايفا، وبعدين بعد كده يبلعها وتنزل في الاسطول، فبيعمل اكسكريشن للهيفي ميتالز. وعلى فكره ممكن نشخص التسمم بالهيفي ميتالز باننا نبص على اللثه، لانها بتعمل لون معين، لانها كنتيجه للسكريشن في الاكسكريشن في السلايفا. F facilitates the stimulation of taste buds، يعني لازم الحاجة تدوب في السلايفا عشان تستيميليت التيست بادز، بدون السلايفا مش ممكن يحصل استيميليشن للتيست بادز. G فيها جروث هرمون يا ولاد، كلنا لاحظنا لما بتعض لسانك، تعض شفتك، تعض التشيك من جوه، من أكتر الحاجات اللي بتلتئم بسرعة جدا، ودي من روعة الخلق والخالق. ليه؟ لأن تخيل فيها جروث هرمون بيساعد الجروث. وبعدين اتش هنعيدها مرتين، ووتر ريجوليشن طبعا الثيرست، لما بينشف ريقك بتحس بالعطش فتشرب، وهيت ريجوليشن زي ما بنبخر الصلايبه في الحر، زي ما بنبخر السويت جلاندز في الحر، السويتنج مش السويت جلاندز، زي ما بنبخر العرق في الحر بنبخر الصلايبه. حتى الواحد يقول لك ايه، تعبير جميل قوي، يلهث من شدة الحر، بيلهث عشان يبخر السلايفا زي بيبخر السويت جلاندز، وقلنا اسف السويت، وقلنا ان في حيوانات
زي الكلاب في فقر المعلومات العامة ما عندهاش with glands، فبتعتمد فقط على تبخر الصلايفة. عشان كده ربنا عمل حاجتين، خلى لسانها طويل قوي عشان خاطر السيرفس السطح اللي بيتبخر منه الصلايفة يبقى كبير، وخلاها تتنفس أسرع مننا، فعشان كده يسموها الحيوانات اللاهثة. يبقى دي طريقة جميلة أولاد في functions of saliva عملها العبد الله، اللي هي A B C وبعدين 2 D F G وبعدين E F G وبعدين 2 H، يعني 3 وتعيد A B C وبعدين D D F E G وبعدين H H. حلو يا أولاد؟ كويس، معقولة. زي ما بقول في طريقة واحدة تحفظ ومليون ينسوا، فبقول لكم بأسهل طريقة إزاي تفتكر 10 وظائف. تعال نقولهم تاني في عجالة من غير التفصيلات. تفصيلات يبقى رجع الفيديو. A articulation التمصل هو الكلام، B buffer، C cleaning وcooling، وبعدين تعيد بقى digestion وdeglutition. يبقى 1 2 3 وبعدين تعيد 4 5 نفس الكلام. E excretion للheavy metals، F facilitates the stimulation of taste buds، جي فيها جروث هرمون يساعد الالتئام، وبعدين تعيد ووتر ريجوليشن اند هيت ريجوليشن. يعني 1 2 3 4 5 مقرره، 7 8 5 6 7 وبعدين تعيد، او اسف 5 اسف 6 7 8 وبعدين تعيد 9 و10. سهله. ارتكيوليشن، اي ارتكيوليشن، بي بافر، سي كليننج وكولينج، وبعدين تعيد دايجيشن ريجوليشن، وبعدين اي اكسكريشن، F facilitates the stimulation of taste buds، G growth hormone، وبعدين water regulation and heat regulation. في بعض الزملاء الافاضل يحبوا يغلسوا شويه على الطاوله، معي برضو نحاول نقول لك احنا بندرس بحيث نرضي جميع الجامعات وورد وايد. ففي تقسيمه تاني العشرة يقول لك لا انت تقول لي بقى، يعني تقسمهم لي مجموعات، يعني يقول لك قول لي الـ functions of saliva regarding الـ protection of oral mucosa، يعني ازاي الصلايفة بتحمي الفم. دول ثلاث وظائف A B C. A ان فيها antibodies قلنا ولايسوزيمز وبتعمل washing بتغسل حاجات. B buffer لو في حاجة acidic، لو حاجة سخنة كولينج. يبقى ده ازاي الصلايفة بتبروتكت الاورال ميكوزا. ساعات ناس غلسة ما يقولكش قول فانكشن الصلايفة، يقولك قول لي ان وات واي الصلايفة بتعمل بروتكشن الاورال ميكوزا. طب ان وات واي بتعمل بروتكشن اوف يور تيث، يعني بتحمي سنانك، ان فيها بافر لان لو في اسيد هيدوب الكالسيوم، دي واحدة. فيها برولين ريتش بروتين، البرولين ريتش بروتين ده بيحافظ على المينا بتاعت الاسنان اللي هو الانامل من انها يحصل لها تسوس، يبقى بيبروتكت الانامل اوف ذا تيث. وبعدين الفلورايدز، انت عارف الميه اللي بنشربها دي كلها بايلا بال 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 بالقانون حاطين عليها فلورايدز عشان ده بيحمي الاسنان. فالفلورايدز دي اللي بنشربها في الميه بتبقى سكريتد في الصلايفه وتحمي اسنانك، زي بالظبط معجون الاسنان محطين لك فيه فلورايد. لا، وده اهم حاجه بتحمي الانسان هو الفلورايد، فموجوده في معجون الاسنان، وحتى في الفقراء اللي ما بيستخدموش معجون المايه اللي بنشربها فيها فلورايدز، والفلورايدز دي بتبقى سيكريتد في السلايفا. يقول لك طيب قول لي ان وات واي السلايفا بتعمل لوبريكيشن اند ويتنج، عمليه تزييت. تخليني انا دلوقتي بتكلم ارتكيوليشن بتعمل عمليه تزييت لمفاصل بقي عشان اعرف اتكلم، بتزيت الاكل عشان اعرف ابلعه ديجلوتيشن، وبعدين بتدوب فيها الحاجات عشان تستيميليت التيست بادز. والوظيفه العاشره يبقى 3 3 3 لو لاحظت قوي، و9 والعشرة دايجيشن فيها السليفري الفا اميليز. انا مش عاوز اضيع وقت طويل في الحكايه دي، قلتها لك بالطريقه الاسهل اي بي سي وتعيد دي دي وبعدين اي اف جي وتعيد اتش اتش، دي الطريقه الاسهل في مفهومي. طب في ناس بتحب تنزل على الطلبه يقول لك لا ما تقوليش بقى الاي بي سي دي، قول لي بقى ايه اللي في الصلايفه بيبروتكت الاورال ميكوزا. ثلاثه افتكرهم، اي بي سي انتي بوديز ولايسوزومز واشينج، وبعدين بي بافر، وبعدين كولينج. قول لي ايه اللي في الصلايفه بيبروتكت التيث، ان فيها بافر تعادل الاسيدز عشان خاطر ما تدوبش الكالسيوم، فيها برولين ريتش بروتين، بروتين ريتش ان برولين ده بيحمي الانامل، الميه فيها فلورايدز بتبقى سيكريتد في الصلايفه لحمايه الاسنان.
طب قول لي وظائفها regarding lubrication and wetting. ان انا بزايد بقي فاعرف اتكلم articulation، بزايد الاكل فاعرف ابلعه deglutition، وبعدين لما بتدوب بتعمل stimulation taste buds، زائد اللي لوحدها بقى بهم 3 3 3 يبقى 9 الدايجيشن عن طريق السليفري الفا اماليز اللي مش اي قيمه. طيب نيجي لاشهر سؤال في السلايفا، كنترول اوف سليفري سكريشن. بحب قوي القواعد يا اولاد، خلاص كنترول اوف سليفري سكريشن. كل الجاسترو انستاينال سكريشن اللي هم هندرسهم، السليفري، الجاستريك، الانستاينال، البنكرياتيك، الباي، كل دول مفروض بيبتدوا نيرفس لان ده سريع ويكملوا هرمونال. يعني اي سكريشن، اي سكريشن مذاكر مش مذاكر لازم تاخد نمره، ما تقولش ما قريتش ما اعرفش. الريجوليتنج سيستم في جسمك اتنين، نيرفس رابيد وهرمونال سلو. فما يقول لك ريجوليشن لاي حاجه تقول له نيرفس رابيد وهرمونال سلو، لازم يديك نمره بالقانون، يديك نمره لانك في الاتجاه الصح. هوفر السلايفا، افتح ودنك اللي هي موضوعنا النهارده، stands as an exception. السلايفا دي استثناء لانها بتبقى نيرفس فقط. لو قلت هرمون انا هتاخد صفر. واحد يقول لي ليه؟ تعال نفكر. البولس اوف فود بتقعد في فمك، كرة الاكل، مدة صغيرة جدا وبعدين تروح بلعها. ده غير الناس اللي بتزلط، يعني اساسا ما مضغش، لم يمضغ الاكل. يبقى هنا انت مطلوب السلايفة تطلع بسرعة لببطء. الفود stays very very short time in the mouth. يبقى مفروض السلايفة تطلع بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. يبقى لازم تبقى nervous. Nervous only. يبقى في السلايفة والجاستريك والانستاينال والبنكرياتيك والبايل سكريشن الخمسة اللي علينا، أربعة منهم يبتدوا nervous ويكملوا هرمونال. تجميعة حلوة قوي. يبتدوا نيرفس كاملوا هرمونال، تقولها كده وانت مرتاح، نام قرير العين. واحده بس تقولها نيرفس اونلي. لو جبت سيره هرمونال بيك زيرو اللي هو السلايفا. فهمت ليه؟ عشان الاكل بيقعد فتره وجيزه في الماوث. طيب هنجاوب السؤال ده، هنقسم الكلام الى حاجتين. هنتكلم على الانرفيشن والسليفر جلانز، ودي قراءه جديده في صفحات قديمه خدناها في الاوتونومي، وهتتكلم على الريفلكسز. يبقى هتحط عنوانين، انرفيشن، مش انت بتقول نيرفس اونلي نيرفس اهي، يبقى تتكلم على انرفيشن. ودي نوعان، بارا سمباثاتيك وسمباثاتيك، خدناها في سنه اولى، هتلاقي كل الكلام خدناه في اولى. والريفلكسز نوعان، يا كونديشن مشروطه يا ان كونديشن غير مشروطه. يبقى ده اشهر سؤال في السلايفا، سؤال اهم، كنترول اوف سليفري سكريشن. اتنين في اتنين، الانرفيشن اتنين، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، وريفلكسز اتنين، كونديشن وان كونديشن. نبتدي بال بارا سمباثاتيك يا اولاد. فاكر قلت في سنه اولى العبد لله ممتن في شرحه للعصب السابع الفيشيال والتاسع، دول بسميهم اخصائي اللعاب. لما قلت لكم مايسترو الجهاز الهضمي هو الفيجاس، اللي فاكر في الاوتونوميك، مايسترو اللي بيشغل الجهاز الهضمي كله هو الفيجاس، تاركا النهايتين. يبقى اللي بيشغل كل الجهاز الهضمي هو الفيجاس، سايب النهايتين، النهايه العليا اللي هي الغدد اللعابيه، العصبين اللي هم السابع والتاسع اللي قلت انا ممتن ليهم، لان اهم وظيفه للسلايفا مش الدايجيشن اللي بعمله دلوقتي، الارتكيوليشن سبيتش. فعش كده عصبين يطلعوا السلايفا، السابعة وتسعة فيشل جوز فارينجي شغلوا السليفر جلانس. والجزء السفلي، السفلي في الجهاز الهضمي ده سبناه للبلفيس اللي هي الديستال هاف اوف لارج انتستين والريكتم. يبقى مايسترو الجهاز الهضمي كله هو الفيجاس اللي واخد كل الجهاز الهضمي،
تاركة النهايتين، النهاية العليا لل salivary glands بياخدها الفيشل والجلوسوفارينجال 7 و9 اللي انا ممتن ليهم في 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 شرحي، ما اقدرش اشرح من غير 7 و9. كل يوم اقول ثانك جاد لان في 7 و9 بيدفقوا الصليبه، فاعرف اتكلم، اعرف اعمل ارتكوليشن. اول وظيفه بالايه، ايه ارتكوليشن، واهم وظيفه. والجزء السفلي بيشتغل بالبلفس. فيبقى الباراسمباتيك سبلاي بتاع السيفر جلاندز هو مين؟ 7 و9. طب مين اسم؟ تقول لي اسم النيوكلياس واسم الجانجل. الاول نقول ان 7 يعني فيشيال، فعن طريق الكوردا تيمباني فيشيال في وشك قدام، يدي الاثنين قدامين الصب لينجوال من تحت اللسان والصب مانديبولار تحت البند. اما 9 جلوسو فارينجيال هو ورا، يدي اللي ورا الباروتيد. يبقى 7 اللي هو الفيشيال عن طريق الكوردا تيمباني يدي الصب والصب، حتى تطبيقها في الحرف صب لينجوال وصب مانديبولار. اما الجلوسو فارينجيال يدي البروت. ما تنساش الفيشر عن طريق الكوردا تمبل بتاخدوها في الاناتومي. قولي بقى اسم النيوكليس واسم الجانجليون. ما هو البري جانجليونيك بيبتدي من النيوكليس والبوست جانجليونيك بيبتدي من الجانجليون. هنا الاسماء لذيذه جدا وسهله جدا. التو نيوكلياي اسمهم 7 سوبيرو سليفر نيوكليس و9 تحته، فيسموها انفيرو سليفر نيوكليس. يبقى 7 طالع من السوبيرور و9 من الانفيرور سليفر نيوكليس، ده بيطلع منهم البري جانجليونيك. طب الريلي فين؟ كنا قلناها بطريقه جميله قوي قوي. اللي بيدي الصب لينجوال والصب مانديبولار الريلي في جانجليون اسمها صب مانديبولار جانجليون. ليه صب مانديبولار؟ لان قلت لك الصب مانديبولار هي الاهم، 70% من افراز الصليبة من الصب مانديبولار اللي هي ميكسد، فبيريلي في جانجليون اسمها صب مانديبولار. طب وقلنا اللي بيدي الباروتيد الجار اذنيه بيريلي في جانجليون اسمها اوتيك الاذنيه. اللي يدي الصب، فاكر كنا قلناها كده، ريلي في الصب، واللي يدي الباروتيد ريلي في الاوتيك. يعني ماشي، حتى اللي يدي الصب ريلي في الصب، واللي يدي الباروتيد ريلي في الاوتيك. ده الباراسمباثيك. طب ايه وظيفه الباراسمباثيك؟ هي دي الاساس في السكريشن يا اولاد، هي دي اللي بتطلع الووتر سكريشن اللي هو هاي الالكترولايتس ووتري، لكن ما فيهوش اورجانيك كتير، فيهوش غير حاجه مهمه اللي هو السليفري اميليز بتاع الستارش اللي هو قلنا مش مهم قوي، بس هو اهم حاجه في السلايفا اللي هي مش مهم. طب وقلنا ادام سكريشن بتدفق كده يبقى لازم يبقى معاه فازودايليتيشن. هو في سكريشن بدون فازودايليتيشن؟ لازم يبقى معاه فازودايليتيشن. هنا بقى المفاجاه اولاد، ان الفازودايليتيشن باراسمباثيتك قلنا بيشتغل بالاستالكولين. ادي تاني مره تتزلزل الثوابت، تزلزلت في المحاضره الاولى لما قلنا الفيجاس كان بيطلع جاسترين بجاستر بيبتايد، فاكرين يعني جاستر سكريتين بيبتايد. هنا بقى الفازودايليتيشن مش بس بالاستالكولين اللي هو المعتاد بالنسبه للبار، انما بالفازو اكتيف انستالين بيبتايد. هنا مش هرمون، هنا كيميكال ترانسميتر يساعد الفازودايليتيشن. طيب نيجي للسيمباثاتيك، برضو السنتر بتاع السيمباثاتيك سوبيرو انفيرو سيفر نيوكليار. كنا قلنا اولاد السليفري دي موجوده في ليدر نيك، اللي فاكر قراءه جديده في صفحات قديمه. كنا قلنا السيمباثاتيك ربنا اعتمد الاعداد الزوجيه 2 يا 4 يا 6. الهيدر نيك اصغر حته في الجسم، هي صغيره مقارنه بالباقي كبير، تاخد بعصبين بس. الثوركس والبلفس بأربع أعصاب، الأبدومين بست أعصاب. فإذا الهيدا نيك بتاخد منين؟ من السيمباثاتيك بيطلع من الثوراك والأمبر، دي أصغر حتة، يبقى 2 بس، لأن ربنا السيمباثاتيك بيدي الجزء في الجسم يا بعصبين يا بأربعة يا بستة. راجع محاضراتي في الأوتونوميك اللي ما سمعهاش معايا يفهمها كويس قوي. يا 2 يا 4 يا 6 سيمباثاتيك، السيمباثاتيك بيطلع من الثوراك والأمبر. عاوز تغذي هيدا النيك ولا ثوركس ولا ابدون ولا بيلفس؟ كل مربوط على قد دمه، اكبر حاجه الابدون يبقى 6، الثوركس والبيلفس يبقى 4، طب اصغر حاجه الهيدا النيك تبقى 2. طب بالعقل الهيدا النيك اعلى حاجه، يبقى ياخد من ابر تو ثوراسك، يبقى 2 اللي هم اعلى 2، ويريلي في اعلى جانجليا اللي هي السوبيرور سيرفايكال جانجليا، ويروح يغذي السليفري جلاندز.
البريجانجلونيك طالع منين؟ طالع من اللاترال هورن سيلز اوف ثراسيك 1 و 2، والبوست جانجلونيك طالع من السوبيريور سيرفايكال جانجل ويغذي الجلانز دي. طب ايه الفانكشن بقى؟ اعكس هنا فيسيد سيكريشن، يبقى مش محتاجين دم كتير، فعش كده بيعمل فازو كونستريكشن. فيسيد سيكريشن ده بيبقى سمول اماونتس، كميه صغيره، يبقى مش عاوز دم كتير، يبقى بيعمل فازو كونستريكشن. وطبعا هو ليه فيسيد؟ عشان ريتش ان اورجانيك اللي هو ميوكس. وعشان يطلع يا اولاد في بعض الجامعات يقول لك ان السيمباثيتك له وظيفه ثالثه، بيعمل كونتراكشن للمايو ايبيثيليال سيلز، يعني حوالين الاسيناي في خلايا عندها قابليه الانقباض تعصر عشان تطلع الميوكس، اسمها مايو يعني زي الماسل ايبيثيليال سيلز. ففي بعض الجامعات يقول لك في وظيفه ثالثه، فازو كونستريكشن فيسيت سيكريشن. طب ازاي هيطلع الفيسيت سيكريشن ده؟ حاجه لزجه، يبقى لازم نعصر الغده، يبقى لازم يبقى في خليه عندها مقدره انقباض تقدر تنقبض، يسموها مايو ايبيثيليال سيلز. ده الانرفيشن، وهي الحقيقه ما كانش صح اقوله خالص، ان ده مفروض ان انا في قايله في محاضرات الاوتونوميك، لكن قلنا قراءه جديده في صفحات قديمه. يبقى الباراسيمباثيتك بتاخد، اوعى تنساهم 7 و9. انا ممتن لما قلت لكم 100 مره في شرحي للعاب اللي بيطلع بالووتري ل7 و9، الفيشل عن طريق الكوردا تيمبري، و9 اللي هو الجلوسوفارينج. طيب البريجانجلونيك طالع منين يا اولاد؟ قلنا طالع من السوبيريور سليفري نيوكليس والانفيريور سليفري نيوكليس، 7 من السوبيريور سليفري نيوكليس و9 من الانفيريور سليفري نيوكليس. طب وبيريلي فين؟ 7 بيدي الصب والصب يريلي في الصب مانديبولار جانجلون، 9 بيدي الباروتيد يريلي في الاوتيك. وقلنا عيب تلخبطها، 7 انفيشال يبقى يدي الاثنين اللي قدام الصب والصب، انما جلوسوفارينجال الفارينكس بتاعك ورا ورا، يبقى يدي اللي ورا اللي هي الباروتيد، وده ريلي في الاوتيك. وده الاساسي الباراسيمباثيتك، ده بيعمل ووتر سيكريشن ميه بالهبل، يبقى عاوز دم بالهبل، فازو دايلتيشن. بس قلنا هنا مش بس بالاستالكولين والفازو اكتيف انستالين بيبتايد ككيميكال ترانسميتر، ووتر سيكريشن في اورجانيك قليل بس في السليفري اميليز. السيمباثيتك قلنا بتاع الهيدا نيك سليفري لانس في الهيدا نيك، يبقى ياخد من اثنين بس تراسك 1 و2، يطلع باللاترا هورن سيلز وريلي في اعلى جانجليا السوبيريور سيرفايكال جانجليا، ويعمل فيسيت سيكريشن يبقى كميته قليله، ريتش الاورجانيك يبقى مش عاوزين دم كتير، يبقى معاه فازو كونستريكشن. وعشان تعصره بنعمل ايه يا اولاد؟ قلنا كونتراكشن في الماي كثيره سيلز. كده خدت نص السؤال. نيجي النص الثاني، يوجد نوعان من الريفلكس، يا كونديشنت يا ان كونديشن. هنا هنعيد الكلام ده باذن الله في الثلاث اربع محاضرات بتاعه الدايجيشن، هي فعاوز هياخدوا شويه وقت النهارده عشان تحفظوا. كونديشن ريفلكس ده بيبقى اكواير، يعني مكتسب ما تتولدش بيه. واكتر واحد درسه في العالم راجل بتاع فيسيولوجي راشن روسي اسمه ايفان بافلوف. ايفان بافلوف عمل تجربه، بس طبعا تجربه كانت يعني احنا هنقول بس بدايتها، لان هو خد فيها جائزه نوبل برايز في سنه 1904. ايفان بافلوف راشن روسي فيسيولوجيست بتاع فيسيولوجي، عمل تجربه الكلاسيكال كونديشننج دي اللي هي خد فيها جائزه نوبل في سنه 1904. قلت انه لو جبنا كلب وحطينا له اكل مفروض بيعمل سالفيشن، اهو سالفيشن. لو كل مره بنجيب له الاكل بنضرب له جرس، فباي تريننج بالتمرين، عشان كده قلنا اكوار مكتسبه ما بتولدش بيها، بنمرنه عليها. كل مره بنجيب له اكل بنضرب الجرس، كل مره نجيب له اكل نضرب الجرس. فلو في مره ضربنا الجرس بس وما جبناش اكل، وهو عارف الجرس ارتبط بالاكل في السيريبرال كورتكس، يحصل له سالفيشن. دي اسمها كونديشن ريفلكس او اكوارد، وحكيت لكم في المحاضره الماضيه انه انا كنت بفكر وازاي الراجل عمل التجربه دي، وحكيت لكم القصه انه كان عنده خادم برجل خشب، وكان عنده كوريدور في البيت طويل، فقاعدين هما الثلاثه هو
وخادمه والكلب. فيقول الخادم روح هات الاكل للكلب. هو قاعد بيراقب الكلب لقى ان كل مره يقوم الخادم بتاعه يجيب الاكل يلاقي الكلب بيطلع صلايفه. قال ايه ده؟ هو الكلب بيفهم احنا قلنا ايه؟ ففكر بذكائه ان ربما صوت رجل الراجل طرق صوت رجله في الكوريدور ارتبط في ذهن الكلب بانه هيجي اكل بعد دقيقه فعشان كده بيحصل له صلايفيشن. طب حب يتثبت ويتاكد من هذه التجربه فغيرها بالجرس. كل مره يجيب اكل يضرب جرس، يجيب اكل يضرب جرس. فباي تريننج ارتبط الجرس بالاكل فين؟ في السيريبرال كورتكس. خلاص ضربت الجرس بس يحصل له صلايفيشن. واحد من اهم التجارب خد فيها جائزه نوبل لانها لها تطبيقات حتى في تربيه الاطفال في السيكولوجي. الايفان بافلوف ده خد جائزه نوبل في 1904. طيب واحد يقول احنا مالنا ومال الكلام ده؟ مالنا؟ حضرتك لو قاعد في بيت طلبه او حضرتك في بيت طالبات اول ما يحطوا الشوك والسكاكين والصحون او حتى في البيت انت قاعد بتذاكر زي الكلب بالظبط بس من غير جرس. شوك سكاكين صحون يبقى في اكل يتدفق اللعاب وايفن في جرس. في بعض سمعت في بعض بيوت الطلبه والطالبات بيضربوا لهم جرس الاكل او بيضرب جرس الاكل كله يسيل اللعاب بتاعه. يبقى بالهيرنج احنا بقى هنشرحها بطريقه الطف حتى. سايت تحفظ بقى دي لان هنقولها باذن الله في كل محاضره. السايت منظر الاكل يسيل له اللعاب. سميل رائحه الاكل كده داهمتك رائحه طبخه حلوه من الناس اللي فوقك انت مش هتشوفها في حياتك تلاقي لعابك سال السمال. هيرينج سماع صوت تحضير المائده يسيل لها اللعاب. ايفن وانت قاعد كده فكرت في اكله حلوه ثينكينج اوف فود ده يستيميليت السيرفر كورتكس يشغل السليفري نيوكلياي سوبيرو انفيرو سيرفر نيوكلياي يعمل سليفيشن. الاكلاشيه ده يا اولاد هقوله في الاربع محاضرات اللي باقيه في الجي اي تي. في كل مره اقول الكونديشن ريفلكس اقول الرباعيه دي. سايت سميل هيرينج اند ثينكينج منظر الاكل رائحه الاكل صوت تحضير الاكل التفكير في الاكل يستيميليت السيرفر كورتكس يشغل السيرفر نيوكلياي تطلع سلايف. طيب نيجي حاجه تاني. الهايبوثالاموس كنا قلت لكم في المحاضرات بتاعه السنه الاولى كل الست تات موجودة تحت السرير. هايبوثالاموس يعني تحت المهاد اللي هو سرير الطفل. كل المنظمات الابيستات منظم الشهية، ثيرموستات منظم الحرارة هناخده في الميتابوليزم بإذن الله، الجلوكوستات منظم الجلوكوز، كل دول في الهايبوثالاموس. لما قلنا حاجة جميلة جدا لما يسألك أي ستات أي منظم في الجسم موجود تحت الهايبوثالاموس. حتى قلت خدوا بالكم أنا ما بقولش ستات بقول ستات. كل الستات مش الستات الستات يعني المنظمات تحت السرير في الهايبوثالاموس. فمنظم الشهيه ابيتايت يعني شهيه الابيستات اللي في الهايبوثالاموس اهو هيحصل ايه بقى؟ التيست والسميل ارياس في الكورتكس او الاميجداله اللي هي اللوزه يبعتوا يستيميليت الابيستات اللي هو منظم الشهيه ياثر في السليفر نيوكلياي يعمل سليفيشن. عشان كده قلنا رائحة الأكل يا أولاد وطعم الأكل بيؤثر في كمية السلايفة. بتاكل أكل معتبر له طعم حلو ورائحة كده ذكية جميلة تشغل الأبيستات تطلع سلايفة. وفي بعد عنك طعم وروائح توقف الأبيستات تقلل السلايفة. ده اسمه كونديشن ريفلكس. طيب نيجي بقى الانكونديشن. انكونديشن يعني غير مشروط. كونديشن يعني مشروط. لما اقول لك انا هروح معاك السينما اون كونديشن ذات بشرط يبقى كلمه كونديشن في اللغه يعني ايه؟ مشروط. عاوز تريننج لازم تتمرن عليه عشان كده قلنا مكتسب اكواير. وعاوز يبقى عندك سيربا كورتكس عشان تربط فيه. لو شلنا من الكلب السيربا كورتكس الكونديشن ريفلكس ضاعت. فهو تنسى الكونديشن بحرف السي تعتمد على الكورتكس بحرف السي وهي اكوايرد. الربط بيحصل في الكورتكس. طب نيجي الانبورن بقى. قلت لو جبت جرو لسه مولود ما تمرنش ولا حاجه
جرو يعني كلب صغير لسه انبور مولود دلوقتي. حط اكل ببقه غير تمرين من غير حاجه من غير سيما كورتكس. الاكل ده استيميليت التيست بادز اللي هي متصله بمين قلنا خدناها بقى التيست بادز او لسه ما خدناهاش في السبيشال سنس. التيست بادز في اللسان متصله بالفيشر جروس وفارينج بتوع السيرفي جلاندز يشغلوا السليفر نيوكلياي يطلع سلايفا. مش عاوز لا تمرين. يوم يولد الكلب بيولد عنده هذا الريفلكس. ما فيهوش شروط. انكونديشن يعني مش مشروط. انبور يعني مع الولاده. فالتيست ريسبتورز عن طريق العصب التاسع والسابع يطلعوا سلايفا. طيب لو عملت ستيميليشن للثيرمال والتكتايل ريسبتورز اللي في الفم. طب دول بقى جنرال ريسبتورز يبقى يتصلوا باني عصب اللي هو بتاع الجنرال سنسيشنز. انتوا عارفين احسن مني مين السنسوري نيرف بتاع الهيد نيك اللي هو جنرال سنسيشن مش سبيشال ترايجمنال. فالثيرمال والتكتايل عن طريق الترايجمنال يطلعوا سلايفا. طالب مره سالني سؤال لطيف. طب طبعا الاكل يشغل التيست ريسبتور يطلع سلايفا شيء مفهوم. انما يعني ايه الثيرمال والتكتايل دي؟ قلت له عندي مثالين لطاف جدا. مش احنا قلنا يا اولاد من ضمن وظائف السلايفا هي الكولينج؟ يبقى لما اشرب حاجه سخنه يعني لسعتك يبقى شغال الثيرمال ريسبتور عن طريق الترايجمنال يطلع سلايفا ليه؟ عشان تبرد. ده من ضمن وظائفه الكولينج. طب واحد قال لي طب الثيرمال حلوه شرحتها. طب التكتايل قلت له عندي شرح احلى فيه. بحضرتك تروح للراجل بتاع الاسنان طبيب الاسنان وبيحط الهاند انسترومنتس الالات اللي بيشتغل بيها جوه بقك. لو مفيش كميه سلايفا ضخمه وفلت منه احد الالات دي ممكن يعورك في بقك. لكن بسبب ان السلايفا كميتها كبيره حتى لو حصل زحلقه بسيطه لاحد الالات بتاعه الاسنان ما بتتعورش. زي بالظبط لما واحد يقول لي بيحلق وتحط حاجه تطري وشك ما تتعورش بالموس. لكن لو حاولت تحلق على الناشف تتعور. فشوف الروعه. اول ما الراجل يحط الهاند انسترومنتس بتعمل ايه؟ ستيميليشن للتاتش ريسبتور تكتايل عن طريق الترايجمنال تطلع سلايفا. سبحان الله وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. طب نمره ثلاثه في الانكونديشن يا اولاد اهي اللي هي الاخر الاستومك والابر انتستين واللور اسوفجس اللي هو ما حولهم بسميهم استومك وابر بارت وسمول انتستين حتى واللور بارت والاسوفجس في بعض الكتب. المنطقه دي كلها يا اولاد قلنا بتبقى سبلايد بأني عصب قلناها في سنه اولى بالفيجاس اللي هي العصب العاشر تطلع سلايفا. واحد يقول طب هتشرح لنا ازاي دي بقى؟ سهل قوي يا اولاد. لو انت اكلت حاجه سبايسي ولع في, في يعني حاسس بحرقان في بقك. طب انت فبتخلص منها تبلعها. هو انت الحاجه المولعه دي اللي بلعتها اللي هي فيري سبايسي تفتكر لما نزلت في المعده واللور اسوفيجس والابر انتستين انت مش حاسس لكن 100% عامله لهم اريتيشن. طب انت لما حاجه بتبقى سبايسي بتعمل ايه؟ بتشرب ميه عشان تخفف هذا الاريتيشن. طب ما احسن ما تشرب ميه تتدفق سلايفا اكتر تبلعها هتخفف الاريتيشن. سبحان الله. فالتلات حاجات دول التيست ريسبتورز 7 و9 الجنرال ريسبتورز في الفيس اللي هو الثيرمال والتكتايل بخمسه الترايجمنال والاستومك وما حولها اللي هي اللور اسوفيجس والابر انتستين اللي حصلهم اريتيشن يبقى عن طريق الفيجاس. دول بيستيميليت السليفري نيوكلياي تطلع سلايفا. يبقى اتكلمنا على الكونديشن في نقطتين السريبرال كورتكس والهايبوثالامس. السريبرال كورتكس اقولها تاني الرباعيه المشهوره منظر الاكل رائحه الاكل سماع تحضير الاكل التفكير في الاكل يشغل الكورتكس يشغل السريبرال نيوكلياي. طيب التيست والالفاكتوري ارياس في السريبرال كورتكس يشغلوا الابيستات في الهايبوثالامس يشغل السريبرال نيوكلياي يطلع سلايفا. دي اكواير مكتسبه. انما التنين انبور تولد بيها. يوم تولد الاكل يشغل التيست بادز عن طريق 97 يطلع سلايفا. الحاجه السخنه الحاجه اللي تلمس بقك عن طريق الترايجمنال يطلع سلايفا.
الحاجة اللي تعمل لك إريتيشن للمعدة وما حولها لور أسوفيجس وأبر إنتستن عن طريق الفيجس تعمل لك سلايفا. أنا عاوز بقى في شوية نقاط هنا مهمة قوي يا أولاد تبقى عارفها في الـ MSQ. أنا حافظ الأسئلة وورد وايد. إيه الفرق بين الكونديشن والأنكونديشن؟ أول فرق عد معايا إن الكونديشن مشروطة تحتاج إلى شيئين: تريننج وسيريبرال كورتكس. بينما الانكونديشن من اسمها انكونديشن ملهاش شروط، لا عاوزه تريننج ولا عاوزه سيريبرال كورتكس. خلاص. النقطه الثانيه، طب طالما دي عاوزه تريننج يبقى ما بنتولدش بيها، تبقى اكوايرد. انما دي مش عاوزه تريننج، تبقى امبورن نتولد بيها. النقطه الثالثه وهي الاهم في الام اس كيو يا اولاد، ان الريسبتور في حاله الكونديشن موجوده اوتسايد ذا جات، بره الجاسترون ساوند تراك. منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، يبقى ده هيرينج ريسبتور، اوبتيك او فيجوال ريسبتورز، سميل ريسبتورز، مش موجوده في الجات. انما خد بالك في التنين التيست ريسبتورز والتاكتايل والثيرمال والاريتنت ريسبتور في الاستومك، كل دي موجوده انسايد ذا جات. يبقى كام فرق يا اولاد بقى؟ ده الاسئله الام اس كيو بعد ما شرحناها. ايه الفرق بين الكونديشن والانكونديشن؟ نقولهم تاني، من اسمها كونديشن يعني مشروط، يبقى في شروط. قول الشروط. شروط لازم تبرر عليها تريننج، ولازم يبقى عندك سيبا كورتكس. يبقى الناحيه الثانيه، لا عاوزه تريننج ولا عاوزه سيبا كورتكس، عشان كده قال انكونديشن. طب النقطة الثانية، حصيلة الأولى يعني تستنتجها من الأولى، طب عاوزة تريننج يبقى ما تولدتش بيها، لازم أتمرن، يبقى أكوايرد. إنما الثانية هتبقى إمبور، مش عاوزة حاجة يبقى إمبور يعني واتولدت بيها مش أكوايرد. النقطة الأهم يا أولاد إن دي قلنا الريسبتورز أوتسايد ذا جات، اللي هو قلنا الهيرينج والسميل والتيست والكلام ده، إنما هنا الريسبتورز إنسايد ذا جات، يبقى دي أوتسايد ودي إنسايد ذا جات. ده اهم سؤال في سلايفا، وكده خلصت سلايفا وادخل على السوالوينج وننهي المحاضره دي. اوعى تنسى تاني الكنترول اوف سليفري سكريشن. ايه اهم كلمه والا هنتظرك الصفر؟ نيرفس اونلي. اوعى تجيب سيره حاجه غير نيرفس. الاكل بيقعد فتره وجيزه في البق، يبقى لازم يطلع بسرعه. ذا فود ستيز فور ا فيري شورت تايم ان ماوث، يبقى لازم تطلع السلايفا بسرعه. وبعدين هتشرح اتنين في اتنين انرفيشن، مش تقول نيرفس، اشرح الانرفيشن سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. تقول لي اسم النيوكليس اللي طالع بينها العصب واسم الجانجليون اللي بيتغذى، يبقى لازم تقول لي في كل واحده النيوكليس والجانجليون، سهله جدا. والوظائف طبعا، بعد كده تقول وظائف البارا سمباثاتيك دي الووتر سكريشن، ويبقى كميه بالهبل، يبقى عاوز دم بالهبل، يبقى فاز دايليتيشن. انما السمباثاتيك فيسيت سيكريشن، كميه قليله، يبقى مش عاوز دم كتير، يبقى فازو كونستكشن وممكن كونتراكشن في الماي كتير سيلز. وبعدين تقول ريفلكسز نوعان، دي هنعيدها في كل محاضره، هي كونديشن دي ان كونديشن. الكونديشن قلنا كونديشن عاوزه تريننج وسيبا كورتكس وعليه اكوارد والريسبتور اوتسايد ذا جاب، دي التلات نقط الاساسيه. وتشرح الرباعيه بتاعت سيبا كورتكس، منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، التفكير في الاكل، بتاع تحفظهم، ادي قلتهم بعربياتنا. المنظر والرائحه وسماع تحضير الاكل والتفكير في الاكل، يشغل الكورتكس، شغل سيبا نوكليار. طب التيست والالفاكتوري ارياس في الكورتكس شغله الشهيه، الابستات اللي هو منظم الشهيه في الهايبوثالاموس، يشغل السيبا نوكليار حسب بقى الطعم والرائحه، تشجع ولا لا تشجع. الانكونديشن حطيت ثلاث عناوين مش عنوانين. الاهم التيست ريسبتور بايه؟ ب7 و9، دول سبيشال سنسز متصلين في اللسان ب7 و9. اما الجنرال ريسبتور في الفيس اللي هو حاجه سخنه، حاجه لمست بقك، يبقى ثيرمال تاكتايل، دي بالجنرال. مين السنسو نيرف اوف ذا فيس؟ تراجيمينال. طب لو نزلت تحت بقى استومك وما حولها، ابر انتستين، لور اسوفيجس، حصل لها ارتيشن، يبقى ده فيجس، دول شغلوا السيفر نيوكليار. وقلنا ان هم مش عاوزين شروط وعليه امبور والريسبتورز انسايد ذا جاب، ده في الام اس كيو. السؤال الاخير يا اولاد، سوالوينج البلع وهو الاشهر في هذه المحاضره. سوالوينج او ديجلوتيشن، يعني السؤال كلمه سوالوينج معناها
بمعنى اخر ديجلوتيشن البلع. ده 3 ستيجز يا ولاد. في بكل اللي هو الفم، حتى منها جت كلمه بق. بق دي مش لغه عربيه، لا احنا خدناها من الاستعمار الانجليزي. بق بكل يعني الفم، ثم فارنجيال بلعوم، ثم اسفجيال الفيز. يبقى لما يجي لك سوالونج او ديجلوتيشن لازم تشرح 3 ستيجز: بكل، فارنجيال، واسفجيال. لقوا دي السر؟ عمره بيجي سؤال كامل يبقى طويل شوي، بيجي لك يا فارنجيال يا اسفجيال فيز بس، ده اللي بيجي. سنتر، مركز البلع موجود في المظله، مظله وفوق البيعه لور بونز. يعني لو جالك مظله بس صح، فوق البيعه لور بونز. تاني نقطه، البكال فيز ده هو الوحيد اللي فولانتري، اما الفارنجيال والاسوفيجيال انفلاب. انا اقول لك طريقه لا تنسى. الجات يا اولاد، القناه الهضميه كلها انفولانتري، لا اراديه، مفيش فيها حاجه فولانتري غير في النهايتين بس، النهايه العليا اللي هو البكال فيز. يعني انت تتحكم اراديا في الاكل، تبلع ولا تبلعش طول ما الاكل ببقك، حقك تبلع وما تبلعش، فولانتري. وانس ترك الفم ينطبق اغنيه عبد الحليم على حسب الريش، الريح ماشي ولا بيدي، ماشي ولا بيدي، على حسب الريح. خلاص كله انفولانتري. تقابلها هناك في الاخر خالص في اللور انال او الاكسترنال انال سفينكتر اللي بره، يعني الانترنال انال سفينكتر، الانترنال انفولانتري. علمتها لكم في سنه اولى، الاكسترنال هي دي اللي فولانتري، تمسك نفسك ما تنزلش حاجه. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد. يبقى ما فيش حاجه فولانتري في الجت غير في النهايتين، النهايه العليا اللي هي البكال فيز والسوالوينج، والنهايه السفلى اللي هي اكسترنال 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 انال سفينكتر. تجميع رائعه، اي حاجه ما بينهم بدون تردد انفولانتري. احب التجميعات قوي يا اولاد، اهم من ان احنا نقعد نقرا مع بعض. ما بين النهايه العليا والنهايه السفلى على حزب الريح ماشي ولا بيدي، على راي عبد الحليم حافظ. طيب نمسك البكال فيز ده اللي ما بيجيش، اللي هو الوحيد اللي فولانتري، الوحيد اللي فولانتري في الام اس كيو، ما يجيش غير ان هو فولانتري. حضرتك هتحط كره الاكل على اللسان اهي، البولس هتحطها على اللسان، وبعدين عاوزك ليه اشرح؟ انا وانا بشرح عاوزك تعمل ابلع ريقك، هتلاقي لسانك طلع لزق في حلق الفم. اللسان بيتحرك upwards and backwards، لاحظوا كده، انا هبلع ريقي وانتوا بلعوه معايا. هتلاحظ ان اللسان طلع upwards and backwards عشان كده يزق اهي. بصوا اللي هيحصل، مش عارف اللي هنا التانك upwards and backwards against the palate. وبعدين ده الجزء الاولاني، هتلاقي البولس فود، عضلات زورك انقبضت رميتها في الفارينكس. البولس از سكويزد في الفارينكس بالكونتراكشن اوف مايلوهايود ماسل. يعني بص لي تعليقك، هتلاحظ حاجتين. هتلاحظ النص الاولاني يعني غش قانوني، هو طبعا ما بيجيش البكال فيز. نص الاولاني تلاقي لسانك طلع لفوق ولورا، يبقى ابورز اند باكورز. وراها تلاقي عضلات زورك انقبضت، المايلوهايود زقت البولس على الفارنكس. يبقى البكال فيز اللي هو فولانتري عباره عن خطوتين تعملهم، ممكن لو من غير غش مشروع، ابلع ريقك. الطنج طلع لفوق اند باكورز فولوب باي كونتراكشن اوف مايلوهايود، زقت البولس على الفارنكس. نيجي بقى الفارنج فيز، ده اهم واحد بيجي. فارنجيال فيز ده انفولانتري وبياخد 1 لـ2 seconds. هنا بقى بقول على انتهاء الاجيال ان البولس اوف فود هاز 1 out of 4 ways. هي في حيس بيس البولس اوف فود اهي، البولس اوف فود عندها سكه من 4. ممكن
تدخل في النوز وده غلط، ترجع تدف الاكل تاني من بقك وده غلط، او يدخل الاكل في الحنجرة وتشرق وده مش غلط، اكبر غلط. الصحيح انها تدخل في الفارينكس ومنها الابر بارت اوف الاسوفكس. يبقى the bolus of food has one out of four ways to choose، وصادها سكة من أربعة لازم تختار واحدة فيهم. فهتختار مين؟ الفارينكس. عيب انها تدخل في النوز او في الماوث او في اللارينكس. قلت في احسن العائلات لو انت ضحكت على الاكل ممكن تحصل مسارات التاتا الخطأ، رزاها تدخل في مناخيرك، تتف الاكل قصاد الناس بس خلاص في الماوث، تشرق في اللارينكس. يبقى عاوزين ما نضحكش ونعمل ريفلكس مظبوط، نقفل النوز والماوث واللارينكس. بنقفل النوز ازاي؟ باي اليفيشن سوفت باليت، اهي الرسم سوفت باليت. تعرف الباليت اللي هو سقف الحلق، في جزء اللي قدام بيبقى هارد، في ورا كده لحميه صغيره اسمها سوفت باليت، تقفل النوز. فبنقفل النوز باي اليفيشن سوفت باليت. طب بنقفل الماوث ازاي؟ احنا كنا رافعين التانج، مش كنا حركناه ابوردز؟ باي اليفيشن اوف تانج زائد كنا عاملين كونتراكشن في المايلوهايويد لو كنت فاكر. طب نقفل اللارينكس ازاي؟ انتوا بقى بتقولوا ان الابيجلوتس لسان المزمار بينزل يغطي اللارينكس، غلط. اللارينكس هي اللي بتطلع له. Elevation of larynx to be covered by epiglottis. وعاوز ايز غش مشروع، انت قعد كده حط صباعك على الحنجره وابلع رئتك. اي شفتوا اللارينكس تطلع لفوق. To be covered by epiglottis، مش هي اللي نزلته. زائد closure of the glottis، الأحبال الصوتية بتقرب لبعض. زائد بنوقف النفس، أبنية swallowing أبنية. لو خدت نفس، النفس بيشد الأكل زي الفاكيوم، زي المكنسة بالكهرباء. طالب قال يا دكتور ناجي ما عندكش طريقة حلوة تحفظنا بيها؟ طبعا عندي طريقة، هي المية عندي طريقة. بقفل نمرة واحد بواحد النوز بواحد، نمرة اتنين الماوس بطريقتين، نمرة ثلاثة وهي الأخطر اللارينكس لأنها هي الأخطر بثلاث طرق، وأول كلمة فيهم الثلاثة هي باللون الأحمر كلمة إليفيشن. فبقفل النوز باي إليفيشن أوف سوفت باليت، بقفل الماوث باي إليفيشن أوف تانج زائد كونتراكشن أوف مايلوهايويد، بقفل اللارينكس باي إليفيشن أوف لارينكس تو بي كفر باي إبيجلوتس زائد كلوجر أوف ذا جلوتس دايت أبني. مش أحلى من كده. يبقى بنقفل النوز نمرة واحد بواحد، الماوث نمرة اتنين باتنين، اللارينكس نمرة تلاتة بتلاتة، وأول كلمة فيهم يا أولاد هي كلمة إيه؟ إليفيشن. بنقفل النوز مرة تالتة باي إليفيشن أوف سوفت باليت، الماوس نمرة اتنين باتنين، إليفيشن أوف تانج زائد كونتراكشن أوف مايلوهايويد أهي اللي هي فوق. بنقفل اللارينكس باي إليفيشن أوف لارينكس، مش الإبيجلوتس اللي بينزل لها، اللارينكس اللي بتعلى له تو بي كفر باي إبيجلوتس، زائد الأحبال الصوتية تقرب كلوجر أوف ذا جلوتس زائد أبني. يبقى ما فاضلش غير مين بقى؟ الفارينكس. الفارينكس ده يا أولاد في تلاتة كونستريكتور، سوبيرور وميدل وانفيرور، فبيحصل سكسيسيف كونتراكشن اوف سوبيرور ميدل اند انفيرور كونستريكتورز بلس الابر اند اوف ذا اسوفجس، يبقى دايليتد عشان يستقبل البولس. تعالى لي اللالي يا حبيبي تعالى لي. خلاص في الليله الكبيره يا اولاد بتاعه سيد مكاوي وصلاح جاهين. يبقى سكسيسيف كونتراكشن اوف سوبيرور ميدل اند انفيرور فرنجيال كونستريكتور بلس ريلاكسيشن اوف ابر اند اوف ذا اسوفجس عشان ياخد البولس. ده اشهر سؤال بيجي في هذه المحاضره اللي هو الفارنجيال فيز، ده بولس اوف فود. مفيش اسهل من كده يا اولاد. هاز تو تشوز وان اوت اوف فور ويز. يبقى لازم نقفل ثلاثه، نقفل النوز بواحد، الماوس باثنين، اللارينكس ثلاثه، واول كلمه فيهم كلهم ايه يا اولاد؟ كلمه ايه اسمعها منكم؟ اليفيشن اوف، بنقفل النوز باي اليفيشن اوف سوفت باليت، الماوث باي اليفيشن اوف تانج زائد كونتراكشن مال هيود، اللارينكس باي اليفيشن اوف لارينكس تو بي كفر باي ابيجلوتس زائد كلوجر اوف ذا جلوتس زائد ابنيا.
وبعدين successive contraction في superior sector of the pharynx مع relaxation of the upper end of the esophagus. تعالي لي اللالي يا حبيبي تعالي لي. الreflex act ايه الستيمولس بتاعه يا ولاد؟ الفود في الباك اوف ذا ماوث او في الفاركس يعني. طب ايه الريسبتور؟ الريسبتور موجوده اراوند ذا اوبننج اوف فارينكس. الفارينكس زي ما انت شايف كله مفتح اهو. حتى اشهر كميه ريسبتور موجوده عند التونسيلر بيلر. طبعا كلكم عارفين ايه هو البيلر، من التونسيل يا ولاد في ارش قدامها، التونسيل اللي هي اللوزه وارش وراها، دول يسموهم تونسيلر بيلرز، دي اللي فيها ريسبتور. وقلنا من شويه السنتر فين يا ولاد؟ قلناها اهي فوق موجوده في المدله واللور بونز، اهي مكتوبه تاني مدله واللور بونز. ده اشهر سؤال على الاطلاق اللي هو الفارنجيال فيز انفولانتري 1 to 2 seconds. اهي ذا بولس اوف فود هاز تو تشوز 1 out of 4 ways. فلازم نقفل النوز بواحد، الماوث باثنين، اللارينكس ثلاثه، اول كلمه فيهم اليفيشن، بعدين نفتح بقى الفارينكس سكسيسيف كونتراكشن اوف فارنجيال كونستيكتورز مع ريلاكسيشن اوف ابر اند اوف ذا اسوفيجاس او فارينجي اسوفيجيال سفينكتر. وتقول بقى الاستيمولس الفود في الباك اوف ذا ماوث، والريسبتور موجود عند الاوبننج اوف فارينكس، والسنتر في المدله واللور بونز. نيجي الاسوفيجيال بقى فيز، ده برضه نطرح سؤالنا اللوحه الاخيره ونقفل بكده النهارده بقى. خلاص؟ طيب. اسوفيجيال ستيج. الاسوفيجيال ستيج ازاي بننزل في الاسوفيجاس؟ بتو تايبس اوف بريستالسيس. قبل ما ابتدي اشرحهم احب اوريك رسمه كويسه فاهمك الدنيا شويه. الاسوفيجاس ده يا ولاد عباره عن تيوب اهي طوله 20 سنتي. وبعدين مقفول من فوق بحاجه اسمها upper esophageal sphincter، ومقفول من تحت بحاجه اسمها lower esophageal sphincter. يعني من غير ما تاكل حضرتك الاسوفيجاس عباره عن انبوبه مقفوله من فوق بالupper esophageal sphincter ومقفوله من تحت باللور esophageal sphincter. طب هيسالك هو ليه احنا من غير ما ناكل دلوقتي قافلين الاسوفيجاس من فوق؟ to prevent the entry of air. خد بالك احنا بنتنفس، لو مفتوح الاسوفيجاس جزء من الهواء ده هيدخل على الاسوفيجاس، يبقى قافلين الابر اسوفيجيال سفينتر تو بريفنت الانتري اوف اير. لما نبلع يفتح الابر اسوفيجيال سفينتر يمرر البولس في فود ويقفل تاني. طيب قافلين ليه اللور اسوفيجيال سفينتر؟ تو بريفنت الريفلكس اوف اتس ال، عشان نمنع ارتجاع الاتس ال، والا يحصل لنا هارت بير حرقان. يبقى في مفهومك كده من شرحي، مين الاهم واللي هندرسها؟ طبعا اللور اسوفيجاس سفينكتر، ان دي بتمنع ريفلكس اوف اتس ال. طب ازاي الاكل هيمشي في الاسوفيجاس؟ قال لك بيمشي بالبريستالس اللي هي الحركه الدوديه، اللي هي كونتراكشن بيهايند البولس اوف فود وريلاكسيشن ان فرونت. يعني هشبهها لك عشان تشوفها بصوره عاديه اهي، كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن يعني زقه كده، دي اسمها الحركه الدوديه. كونتراكشن بيهايند يزق وريلاكسيشن ان فرونت يوسع عشان ما يبقاش في ريزيستنت. كونتراكشن بيهايند وريلاكسيشن ان فرونت، كونتراكشن بيهايند ريلاكسيشن ان فرونت، كونتراكشن بيهايند ريلاكسيشن ان فرونت، سموا ده البريستالس. طب في كام نوع من البريستالس يا اولاد؟ نوعين، في برايمري وسكندري. البرايمري قال لك ده كونتينيويشن تو وات هابند ان ذا فارينكس. واحد قال لي انا نسيت حصل ايه في الفارينكس، لا نسيت ازاي؟ انا قلت الفارينكس فيها ثلاثه كونستيكتور سوبيرو ميدل وانفيرو، فبيحصل سكسيسيف بصيري كونتراكشن في السوبيرو ميدل اند انفيرو، بعدين تكمل البريستالس والاسوفيكس. يبقى هي كونتينيويشن لما حدث في الفارينكس، ده البرايمري بريستالس. غالبا البرايمري بريستالس دي ما بتنضفش الاسوفيكس تمام، بساعات ساعات حتى تلاقي وقفت لنا حته كده، ما تخافش. This is why في secondary pristals. Initiated بإيه بقى؟ بالremnant of foods، بقايا الأكل اللي أول خبطة primary pristals ما نزلتهاش هتنزلها secondary pristals. طيب مين بيعمل secondary pristals؟ قول لي بقى المنطقة دي تقع فين؟ دي تبع منطقة الفيجاس، احنا قلنا الفيجاس مايسترو جهاز الهضمي تاركة للسليفري جلاندز النهاية العليا والبلفز النهاية السفلي، يبقى ده فيجاس.
فالريفلكس اساسا فاجو فيجل، يعني بنروح بافرم فيجاس والسنتر فيجل نيوكلس ونرجع بافرم فيجاس فاجو فيجل. طب والفيجاس بيشتغل عن طريق، انتوا حافظين، عن طريق انتريك بلكسس. هنا بقى بيهمني انهي انتريك بلكسس بتاعت الموتيليتي اللي هي المينتريك بلكسس، المينتريك مش الصب ميكوزا. يبقى اذا اللي بيعمل بريستالسيس حاجتين، بارشلي بيل انتريك اللي هي مينتريك بلكسس وبارشلي بيل فيجاس. وليه ما كانش ينفع تبقى مينتريك بس؟ احنا بنمشي مشوار طويل 20 سنتي، فلازم عصب واخد المسافه كلها اللي هو الفيجاس يشغل انتريك بلكسس الواحده تلو الاخرى عشان تنزل. يبقى تاني ما تشعر الاسوفيجاس يا اولاد 20 سنتي في كام سفينكتر ابر لور، الابر تمنع الانتري اوف اير واللور تمنع الاهم ريفلكس اوف اتش سي ال. طب ازاي بنمشي في الاسوفيجاس؟ بحركه دوديه اسمها بريستالسيس. في كام نوع من البريستالسيس؟ نوعان، برايمري كونتينيويشن تو وات هابن في الفارينكس. طب والسكندري؟ انيشيتد بالريمننت اوف فود. ومين اللي بيعملها؟ الفيجاس انتاج مشترك فاجو فيجل مع الانتريك اللي هي الماينتريك بلكسس. اهي يا اولاد، انا بس قبل ما اقول عاوز اقول حاجه مهمه جدا، انه البريستالسيس في الابر ثيرد الاسوفيجاس كنا ناحيه السكيتال ماسل في البك، السكيتال ماسل سريعه فبتبقى رابد، انما في اللور اند اوف ذا اسوفيجاس البريستالسيس بتبقى سلو لان ناحيه السموث ماسل. يبقى عشان تفتكرها، ناحيه السكيتال ماسل في الفم بتبقى رابد، ناحيه السموث ماسل المعده بتبقى سلو. واحد بيقول لي بتقول الكلام ده ليه؟ انا ما عمري ما ضيعت وقتي ولا وقتكم، كم ده في غايه الاهميه. دلوقتي لو طفل في مصرنا العزيزه بيغسلوا الناس في الطبقات البسيطه بماده كاويه اسمها البطاس، بيغسلوا هدومهم بالبطاس اللي هو شكله زي اللبن، فالام قاعده على الطشت وحاطه جنبها البطاس في كوبايه شكله زي اللبن، وقامت تعمل حاجه، جه الطفل راح بالع البطاس ده، خلاص لسوء الحظ البطاس ده ما بيبلعه ويمشي بسرعه في الابر بارت، فاقل جزء في الاسوفيجاس بيتعرض للماده الكاويه هي الابر بارت، وبيمشي ببطء شديد في اللور بارت لناسلو. فدي بقى اكتر حته بتتبهدل تتكوي، اللي هي لسوء الحظ اصعب حته تتعالج. انا شخصيا باذكر دون ذكر الاسماء رحمها الله، بحكي القصه بكل الاسى، تكنيشن كانت بتساعدني في الدكتوراه وبلعت البطاس ده واتكوى اللور اند اوف الاسوفيكس، حصل له فيبروز لان لسوء الحظ ما بيكويش للابر بارت لان البريستالس ماشيه بسرعه، فما بيقعدش الماده الكاويه ان كونتاكت لمده طويله اللي هي الجزء الاسهل في علاجه، لا بيقعد مده طويله هنا للسلو فبيكوي اللور بارت. بيعالجوها ازاي بقى؟ بيعملوا لها دايليتيشن، ندخل موسعات كده عشان توسع الاسوفيجس، كل شويه الاسوفيجس يتقفل ونوسعه بالموسعات عشان تعرف تاكل. في مره رحمها الله اتقطع الاسوفيجس وحصل لها انفكشن، راح للميديستاينم ميديستاينايتس which is fatal وتوفاها الله. بحكي القصه بكل الاسف بس بقولها عشان تفهموا ايه اهميه ان انا بقول ان البريستالسيس سؤال ام اس كيو رابيد في الابر بارت وسلو في اللور بارت. نرجع تاني يا اولاد، يبقى لو جالك اسوفيجس هتقول الابر اسوفيجيال سفينكتر بتمنع الانتري اوف اير، اللور اسوفيجيال سفينكتر بتمنع ريفلكس اوف اتش سي ال، البريستالسيس رابيد في الابر بارت وحكيت لكم القصه سلو في اللور بارت، والبريستالسيس نوعان يا برايمري بريستالسيس يا اما سكندري بريستالسيس. اهي primary peristalsis قلنا continuation of what happened in the pharynx of peristaltic wave in the pharynx وبتاخد 8 ل 10 seconds. السكند peristalsis بتبقى بال remained او retained food ببواقي الاكل، ودي بتعتمد على الانتريك nervous system والفاجوفيجال ريفلكس. نيجي بقى نتكلم على انهي سفينكتر هي المهمه اللي بتمنع ريفلكس و اتش سي ال اللي هي اللور اسوفيجيال سفينكتر. لور اسوفيجيال سفينكتر او يسموها جاسترو اسوفيجيال سفينكتر. اللور اسوفيجيال سفينكتر او جاسترو اسوفيجيال. دي قافله على طول.
يعني حضرتك دلوقتي انت ما بتاكلش ولا انا باكل، قافل على طول ليه؟ عشان تمنع الريفلكس اوف اتس ال. لما ناكل بس السوالوينج عمليه البلع بتعمل لها ريلاكسيشن، يعدي الاكل وترجع تقفل تاني، يسموا العمليه دي ريسبتيف ريلاكسيشن، يعني الانبساط التوافقي، الانبساط المتوافق مع البلع. وانت بتبلع تروح هي ريلاكس معديها الاكله وترجع تقفل تاني عشان ما يحصلش ريفلكس اوف اتس ال. فاللورز ريجاس فينتر اسمها بتفصل الاستومك عن الاسوفجس، بيسموها جاسترو اسوفجيال سفينكتر، لور اسوفجيال سفينكتر او جاسترو اسوفجيال سفينكتر. It remains tonically contracted. Tonic يعني مستمر باستمرار، في حالة contraction مستمر لحد ما يحصل receptive relaxation اللي هو الانبساط التوافقي، تريلاكس مع البريستالتيك ويف، ahead of peristaltic waves اللي هتزق اللي swallowed food into the stomach وترجع تقفل تاني. طيب التون اوف لور اسوفجيال سفينكتر از اندر نيورال كنترول، يعني تحت الاعصاب، الاعصاب بتطلع هنا بقى تحفظ الكلام ده صم في الام اس كيو. الفيجاس بيطلع نوعين من الكيميكال ترانسميتر، الاسيتايل كولين بالكولينرجيك بيعمل كونتراكشن في لور اسوفجيال سفينكتر، اوعى تنساها، اسيتايل كولين كولينرجيك بيعمل كونتراكشن، وتتزلزل الثوابت لتالت مره. ان بنلاقي ترانسميتر جديد ما خدناهوش في الاوتوروميك، نيتريك اوكسايد وفازو اكتيف انسان بيبتايد، دول بيطلعوا من الانتر نيرونز اللي بيديها الفيجاس. ما قلنا الانتر نيرون بتشتغل للفيجاس كبوست جانجليونيك، بتطلع نيتريك اوكسايد وفازو اكتيف انسان بيبتايد، دول بقى يا اولاد بيريلاكس اللور اسوفجيال سفينكتر. يبقى الاستايل كولين يكونتراكت ويل نيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انسان بيبتايد تريلاكس. Between meals اهي التونيك كونتراكشن بتاع اللور اسوفجيال سفينكتر بيمنع ريفلكس اوف ايه اوف جاستريك اتس ال ستومك كونتنت انتو ذا اسوفجس. نيجي بقى الابنورماليتيز اوف تون في اللور اسوفجيال سفينكتر، كلام مهم جدا يا ولاد في الطب. ستات الحوامل تملي عندهم مشكله في اثناء الحمل، عندهم gastric reflux بيعمل لهم حموضه تملي في الاسوفجس اهو. ليه بقى؟ لان في اثناء الحمل في البريجنسي بيبقى فيه هرمون اسمه بروجستيرون. حتى كلمه بروجستيرون من شقين يا اولاد، برو يعني قبل وجستيشن يعني حمل، فبروجستيرون يعني هرمون ما قبل الحمل لانه بيبتدي يطلع من قبل الحمل، فعشان كده يسموه بروجستيرون. يبقى البروجستيرون ده مسؤول عن البريجنسي، بيعمل ايه بقى؟ بيقلل التون بتاع اللور اسوفجيال سفينكتر فما تقفلش، فيحصل ريفلكس اوف جاستريك اسيد انتو ذا اسوفجس، يرتجع الجاستريك اسيد في الاسوفجس، يسموها جاسترو اسوفجيال ريفلكس تؤدي لمصيبه. هارت بيرد ده في اخفها، حرقان هارت بيرد، اسوفجايتس يعني التهاب في الاسوفجس لان في حمض، ألسريشن قرحه، وفي النهاية زي ما عالجناهاش استريكشر يعني ضيق اوف ذا اسوفجس باي سكارينج بالفايبرس تيشو. فدي حاجة مهمة خطيرة جدا تبقى عارفها. بريجننس يعني بروجسترون يعني ريلاكسيشن يعني ديكريس تون في اللور اسوفجيال سفينكتر، تبقى حافظها صعب معايا، حطهم لك جنب بعض. بروجسترون في البريجننسي يديكريز التون في اللور اسوفجيال سفينكتر، يبقى يحصل ريفلكس of gastric acid into the esophagus تعمل gastroesophageal reflux، تدي heartburn حرقان، التهاب في الاسوفجس اسوفجايتس، ulceration قرحه وستريكشر. طيب نيجي الثانيه وبرضه بقولها بأسى ان كان عند شخص، لكن طبعا لا نزيع اسماء المرضى مهما كان درجه قرابتهم لينا، هذه المريضه قريبه جدا 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 رحمه الله، اكاليزيا. بالعكس هنا بقى incomplete relaxation of lower esophageal sphincter، يعني المفروض لما نبلع بيحصل ظاهرة اهي اسمها receptive relaxation، الانبساط التوافقي مع البلع ahead of peristaltic waves، يعني لما ابلع والبريستالسيس تروح فاتحة اللور اسوفجيال سفينكتر منزل الاكل وبعدين رجع يقفل تاني.
هي بقى ما بيحصل لهاش ريلاكسيشن في الورس وفيجر سفينكتر. ليه؟ لان عندها نقص في النيتريس اوكسايد، النيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد اللي هم مفروض بيعملوا ريلاكسيشن. اهو النيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد مفروض بيعملوا ريلاكسيشن، ففي فيلير تو ريليس نيتريك اوكسايد اند فازو اكتيف انزايم بيبتايد، فبالتالي ما بيحصلش ريلاكسيشن في الورس وفيجر سفينكتر. فالاكل ما بيسيبش الاسوفيجاس ويدخل المعده، يحصل له accumulation of food in esophagus، فيحصل شايف المنظر passive dilatation. هي passive dilatation ليه؟ عشان لورا سوجيه سينتر مش قادر تفتح. بيتشخص ازاي؟ ده مش عليكم بس اقولها لكم انها لطيفه. التشخيص بنشرب العيان صبغه غير منفذه الاشعه باريوم ونصور الاسوفيجس، فنلاقي الاسوفيجس واسع جدا هنا وفي مكان اللور اسوفيجيال سفينكتر ضيق جدا انها مش قادره تريلاكس، فيسموا الشكل ده يا اولاد رات تيل ابييرنس، يعني زي ديل الفار. تخيل ده فار كده وده الديل بتاعه، يبقى منظر العين لما تعمل اشعه تلاقي عباره عن الباريوم مالي هنا منتفخه جدا وخيط رفيع جدا داخل في اللور اسوفيجيال سفينكتر، لانه بيحصل له incomplete relaxation، يعني ضيق قوي بس بيفوت حاجه بسيطه جدا. incomplete relaxation سموها red tail appearance بسبب failure to release النيتريك اوكسايد or vasoactive enzyme peptide. رحمها الله شخص قلت القريبه جدا جدا الي دي، دون ذكر اسماء، لا نزيع اسماء المرضى لهم احياء ولهم اموات، كانت لما تاكل حاجه ممكن ما تقعد بالثلاث ايام مش عارفه تنزل الاستومك، يعني بيحس انها مش قادره تنزل، فالاسوفيجاس بيبقى ماكسيمالي دايليتد. تخيل لما تبلع حاجه تقعد فور 3 دايز قبل ما تتحلل في الاسوفيجاس وتنزل يعني نواتج التحلل شويه شويه. طب بنعالجها بايه بقى؟ بنعمل دايليتيشن اوف ذا سفينكتر اللي هي بالموسعات المعدن دي، نوسع السفينكتر، او اسوفيجيال ماسل انسيجن، نقطع كده عشان توسع، قطع في الاسوفيجيال ماسل، او نعمل انجكشن للبوتولينيوم، عارف التوكسينز اللي هو ده بيقولنا بيقفل بيمنع الاستايل كولين اللي هو بيستخدموه الباتوكس اللي هو عارف الناس عشان تريلاكس السكيليتال ماسل كده في وشها ويبقى شكلها كويس لو قلناها مع السي ان اس، فبنستخدم نفس التوكسينز ده اللي هو البوتولينيوم نحقنه فيريلاكس الماسلز تو انهيبت الاستايل كولين ريليس. ده العلاج بتاع الحاله. هنا بقى لما بيجي الاسوفيجيال ستيج بيجي بالابنورماليتيز، تبقى لازم حافظها. نقولها تاني بقى يا اولاد وكده يبقى خلصنا. في عجاله الاسوفيجاس 20 سنتي مقفول من فوق بالابر اسوفيجيال سفينكتر عشان يمنع الانتري في اير، ودي مش مهم قوي. مقفول من تحت باللور اسوفيجيال سفينكتر او يسموها جاسترو اسوفيجيال سفينكتر عشان يمنع الريفلكس اوف اتش ال. خلاص. وبعدين قلنا انه ازاي بيمشي الاكل في الاسوفيجاس بالبريستالسيز، والمعلوماتك البريستالسيز دي ممكن تمشي السوليد والسيمي سوليدز ايفن اجينست جرافيتي، يعني لو انت قعدت راسك زرع بصل لتحت ورجليك لفوق سانده على الحيطه ممكن يديك ساندوتش تاكله وانت راسك تحت ورجليك فوق، لكن مش ممكن يديك ازازه بيبسي. يعني البريستالسيز يمكنها دفع السوليدز والسيمي سوليدز، السوليدز والسيمي سوليدز نوت فلويد اجينست جرافيتي. ده سؤال بيجي في المعادله الامريكيه. البريستالسيز نوعان، برايمري كونتينيويشن تو وات هابن ان ذا فارينكس، بعد ما يحصل الفارينكس سكسيسيف كونتراكشن يكمل بالبرايمري، بس بيبقى شويه اكل فاحسن على بيقعد شويه اكل، ما تخافش بيقعد السكند بريستالسيز وراها لحد ما تنضف لك الاسوفيجاس تماما. يبقى البرايمري كونتينيويشن تو وات هابند ان ذا فارينكس. طب السكندري بالريمننت اوف فود وتنظف الاسوفيكس، ودي ميديتد بحاجتين، بالفيجاس بالفاجوفيجا ريفلكس وبالانتريك بلكسس اللي هي المانتريك المانتريك بلكسس. طيب نيجي بقى نتكلم على اللور اسوفيجيال سفينكتر. بتبقى الكونتراكشن بمين؟ اوعى تنسى كونتراكشن بالاستايل كولين، وريلاكسيشن بالنيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد. طب في تو ابنورماليتيز قلنا يا اولاد في البريجننسي، مين الهرمون
البروجستروم ما قبل الحمل ويستمر اثناء الحمل. ده بيعمل ايه؟ بيريلاكس اللور اسوفيجال سفينكتر. فالست اثناء الحمل يحصل لها ريفلكس اسوفيجايتس هارت بيرن واسوفيجايتس والسريشن وممكن سكار بقى تبقى مصيبه. طب الحاجه الاصعب منها اللي هي الاكاليزيا، يعني مفيش حركه في السفينكتر. اكاليزيا يعني لا اكاليزيا، هنا مفروض مين يريلاكس واحنا بناكل؟ الناتريك اوكسايد والفازو اكتيف انسبت تايب. الناس دي عندها فيلير في الناتريك اوكسايد والفازو اكتيف انسبت تايب فبيعملش ريلاكسيشن، فالاكل اكوموديت في الاسوفيجس. وقلت حتى بيبقى الشكل لما وريته لكم في الاشعه تفتكروها مش عليكم ولا الزملاء يعرفوه، اللي هو اسمه رات تيل ابييرنس، بيبقى ماسيف دايلتيشن في الاسوفيجس، وده زي ديل الفار كده، تلاقي سرسوب صغير نازل من الاكل المتحلل وهنا الاكل بقيه الاكل هنا. فالبيريان بيم يسموه رات تيل يعني زي ديل الفار. نعالجها ازاي؟ ندايليت السفينكتر بالموسعات المعدن او نقطع الاسوفيجيال ماسل عشان تريليس توسع، او ننجكت التوكسينز اللي هو بيمنع ريليس بتاع الاستايلكولين اللي هو البوتولينيوم توكسينز كده. يا اولاد يبقى خلصنا محاضره السلايفا والسوالوينج، واذا مره اخرى بشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم، ولا اكل ولا امل يا اولاد، لا تنسوا مسانده الأطفال من مرضى السرطان. زي ما قلت انت المكالمة لن تكلفك حاجة، انت ما تقدرش بتعمل المكالمة دي النهاردة تجيب اي حاجة، هي لا تعني ليك اي شيء، لكن مكالمتك مع مكالمتي مع مكالمة ثالث ورابع البحر عداده من النقاط قد تصنع شيء لهؤلاء الأطفال. مش معقول ننعم بالحياة وننعم بملذات ومطايب الحياة وهم ضروريات الدواء ما عندهمش، يعني حاجة غير مقبولة يا ولاد. وزي ما بقول البحر عداده من نقاط، انت بتحط نقطة بس، نقطة مع نقطة مع نقطة بيعملوا حاجة. وعيد تاني ولا أكل ولا أمل. أنا أولاد في ناس ساعدوني كتير في حياتي، وأنا بدوري بحاول وهقعد أحاول إن أنا أساعد آخرين ومنهم أنتوا أبنائي الأعزاء، وأنتوا الدور عليكم حتى تكتمل الدائرة، تساعدوا ناس تانية، تساعدوا آخرين فتكتمل الدائرة. أنا ناس ساعدوني وأنا بساعد ناس منهم أبنائي الأعزاء اللي هو حضراتكم، وأنتوا هتساعدوا أطفال يحتاجوا إلى مساندتكم. شكرا على حسن إنصاتكم، وألقاكم بإذن الله في المحاضرة القادمة قريبا إذا كان في العمر بقية وصح. شكرا.